انا اسمي هيفا ماجيك. جيب البنغالي اللي هناك. اكبر منك باربع سنوات، خذها واعطني امي. تعبت كل ما اطلع من بيتنا يتحرشون فيني البنات. انا جدا مثقفه، درست وايد لغات. حلو حلو حلو، فتحت شيء مخي. حلو حلو حلو. حلو. هي صغيره بس انا عامله بها عمايل. متحجبه ولابسه كاب، مسجونه بالممشى انتي ولا شنو؟ كيف يعني بتكون بتسلم عليهم كلهم وانا لا؟ شو ما عندك نظر؟ تنامون ولا تمون؟ انا اقوم عليكم الاستديو الحين. اخ مظلوم، ما سويت شيء. اخ طلعوني من السجن. محكوم مؤبد وما بيرجع العيال، جذور الظهر علق. ما ادري انت ايش فيك. انت ايش فيك حبيبي؟ حاطك تمرشك هني لا يسمعنا الضابط. يا اخوي الضابط اذا سمعنا ساكتين راح يدري ان في مصيبه هني. ايش فيك ثور انت؟ وانت صاحي ذبح عشرة وشنو ايش قاعد تقول؟ ذبح عشرة وترس عشرة جذور. يا حبيبي قايل لك الشفره اول ما يضابط قول الضابط منحاش. حبيبي انا ارهابي شغلتي ابرشك، انت جاي تعلمني ابرشك؟ ترى عذيت، ترى عذيتني انت ارهابي وارهابي الثاني هذا. ايه؟ والله من انا ترى بس قدرتك ارهابيه. حبيبي انا ارهابي، اقول لك ما بقى دوره بالارهاب ما خذيتها، انت جاي تعلمني شلون ابرشك؟ ها حتى الارهاب عندهم دورات؟ طيب كمبنسكي احنا دورات كمبنسكي فوق الدور اللي فيه مسبح، نسبح ونسوي دورات هناك. حبيبي نادي، نادي هذا نادي شنو؟ كروس فيست هذا. بشي من اسمه؟ تعال صادني الظهر. تعال تعال تعال، شو اسم النادي؟ هذا اللي يشيلون تواير ويسوون هذا تمرين روت اللي يشيل تواير. ايه روت يعني كلب. اي كلب. اي كلب ما تمرنت. ايه. انا حبيبي خلني ابرشك انا بمعرفتي. خلصني
صليل الصوارم حبيب الحوامل. من حوامل؟ من حوامل؟ يابا شو كان حامل هو كان دكتور قبل يصير رهابي. تعال شنو دورات وما دورات ورهابي؟ حتى الرهاب عندهم دورات؟ اي اقول لك دورة شغب ملاعب ارهابية مشتغل انا. شو ملاعب؟ شكل ملاعب؟ من يحذف بطاريات على اللاعبين مو رهابي؟ والله من يقول شنو الحكم حط حمار؟ رهابي هذا. هذا انت؟ هذا رهابي. إيه؟ هذا القبقب مو انت؟ القبقب ارهابي والله. روح روح حبيبي لا يسمعنا الضابط. ايش فيك يا عسكري؟ تعال تعال سكر الباب. تعال يا ثور يا ثور خلنا نحاس خلنا نحاس نحاش من الحفره. احنا مو حافرين الحفره. زين بس بطلت الباب انت. عادل نحاش من الحفره حبيبي. انا مسجون مؤبد بطلع. زهقت مليت. كم سنه صار لك مسجون انت؟ وين من سنه 84. من 84 مسجون انت؟ شو اسوي؟ كم مواليدك؟ 84. تبي قاعد قص علي انت؟ لا لا انا موضوع طويل. شو موضوعك طويل؟ انا انولدت بالسجن. مولود بالسجن؟ اي امي كانت مسجونه. ماما زباله. غلط علي. إيه؟ ماما مو زينة. لا ماما امي كانت هني مسجونة. ماما انولدت انا. ايه انولدت هني بالسجن انت. ايه امي كذي بليلة من هالليالي. ايه تعال قول لي شكل السر اللي عندك. تعال طويل والله. بليلة من الليالي امك انحاشت. اوه فركت لامك. كان يحطوني رهينة قالوا ترجع امك نطلعك. شنو هذا؟ قاري انت شنو؟ لا حبيبي لا امك مشت. امك انحاشت وحطوني رهينه. والله اي تتي امك نطلع. مالك شغل مالك شغل. انا اكيد خلني ابرشك. لا يوخر عنا هذا. وين وانت برتك وين يا ولد الحلال يا علي بحر؟ شنو اسمع حبيبي شلون؟ تعال يابا تعال حبيبي. وين وين؟ تعال تعال يابا. انت وين والاجرام وين يابا؟ اترك الاجرام لاهلي. لمن اهلي؟ هذا اردني ولا شنو؟ حبيبي يبا الاجرام عندنا احنا. شو الاجرام حبيبي؟ اي شو الضحكه؟ اي حبيبي انت شنو يعني فرقك؟ حبيبي حبيبي مجرمين. حلو مجرم شنو مسوي؟ قضيتك شنو؟ مجرمين يا مجرمين. انا مجرم. مجرمين ادري انك ادري كلنا مجرمين. انت قضيتك شنو؟ انا ارهابي. انت شنو قضيتك؟ مجرمين. انا احنا مجرمين. قضيتك بابا قضيه. شنو قضيتك؟ تبي تعرف شنو قضيتي؟ ايه ارفع الشاشه فوق. فوق فوز فوز الفهد. ايش فيها تكرت كذي؟ ليش صارت تلوع الكبشي؟ هذا مرفع الشاشة. هذا نقوط حبيبي. ما أدري والله يا أخوي. حبيبي شنو قضيتك؟ قضيتك شنو؟ مجرم. أدري مجرم. أنت شنو ليش جايبينك هني؟ ليش؟ فواتير. ها بايق فواتير بنك؟ لا يبا ما أخذنا جالكسي. مسجون على جالكسي إيه؟ أنت تبي أزيدك تكات وأطلعك من هني وش؟ حبيبي تليفون تليفون جالكسي. تليفون جالكسي اكيد الغالي ابو قلم. لا يبا الصغير هذا ابو 18. انت رخيص ولا ايش فيه؟ هذا في هذا حبيبي. شنو يعني ضحكه؟ والله العظيم ضحكه. شنو يعني اجرام؟ الاجرام يسري في دمي. والله والله حبيبي انا يوم دشيت المحكمه هزيت المحكمه هز. اوه من هيبتك حبيبي. حبيبي حبيبي الضحكة شنو يعني؟ اجرام اجرام. خلي اجرام عندي انا حبيبي. الباب تبطل بروحه. اوه اكيد من هيبتك. هيبه داش عليه. لا يبا الكتروني مال الجمعيات هذا عرفته. حبيبي هذا يتبطل حق اي احد بابا. والله العظيم يبا حبيبي. وين انا وين محاكمتي؟ وين محاكمتك؟ بالدور السابع. خلوها الاول. الاول اسره. مطلق انت؟ مطلق؟ الاول اسره. ليش حاطينك الاول؟ شنو عشان ملاك تقول الحكي هذا؟ مو ملاك انا ارهابي. ارهابي ارهابي قتك. يلا 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 روح خلونا برجك سلطان. خش الحفره خشها. ليش الضابط يا؟ انا شاك بهذا مخبر. ها والله العظيم ويها يا مطرب يا مخبر. هذا مخبر ولا مطرب؟ اعتبر اشكلك. شوفه لنا تكفى.
ترى ساكت ما سألت. سأل عليه ساكت. امطر علي عطي فرصتي. يا الأخو. هلا يبا. عندك سروكي أنت؟ إيه عندي. 94. 94. أقسم بالله مخبر. شلون؟ اسمع مني المخبرين كله شروكي اسود مغيم سوبر هذا مخبر اخاف شريطي مو مخبر مخبر يبيع ويشتري هو ولا لا مخبر هذا يا خلك تتاكد من الرجال لا تظلمه يا حبيبي يا الغالي هلا يبا ترى على صبعك انت الشروكي اسود اسود ايه مصفوق تدميري كشافات صفر موجودين كواير جديده كله ب 450 خذي الغالي والله الضيف حبيبي منو قال لك ابي سياره حق السايق والله غيم الجامات اللي ورا ذهبي حلو يا حبيبي يا حبيبي هذا مخبر فعلا فعلا في اثنين هنا صليل الصوارم حبيب الحوامل حبيبي يا اخي شنو اللي هذا حبيبي ليش قاعد تفضحنا عند الضابط انت حبيبي اذا الضابط يمسح فيني الارض رايح راد انا وليش خايف انا ريال قلبي يرجع لا تخاف اجعل قلبك عامر بالإيمان اجعل قلبك قلب أسد سحلية سحلية اللي سويتها سحلية حبيبي قلبك قلب هزبر أيوة قلبك قلب أسامة أسامة منو أسامة صاحبي سوى قسطرة بس يا وش حبيبي قاعد تسوي بخار أنت يا أخي الواحد ما يعرف ياخذ الشاور بهالبيت والله ما عندهم شيرني منو شيره انت ولا مره سويت سنفره بحياتك يبا مسجون من 84 مو مسجون انت سلطان ما سويت مواضيع شخصيه لا تدش لو سمحت يا يبا شوف الحفره هذه الحفره املنا الوحيد ان ننحاش تكفى فكنا بهذا انا قاعد احفر ايش فيك انت اي يلا شيك عليها ما عندك شبل شيء تعال تعال شنو شيء فيش كمان حفر شيك على الحفره شنو في شيء تحرك ها في شيء تحرك الربع طلع طلع مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا والله حبايبي انتم تفو عليكم ليش تفو عليكم تفو عليكم ليش ليش قص علي جايب لي سوبرمان تقول سجين سوبرمان يما مسجون يدين يا عمي واخر منك واخر ايش فيك ايش فيني حرام الحين انا اروح وانتم قاعدين يعني شنو يعني شنو انت انت ايش فيني شرها مو عليكم ولا علي انا شر علي انا اللي سمعت الكلام ورحت شلون مرحبا شرها مو عليكم إيه؟ علي انا لا لا شرها مو عليكم ولا علي انا انا الغلطان اللي رحت وخليت شنو يبي شنو يبي شنو يبي إيه؟ انت معك احد ولا بروحك انا بروحي بس انا لما رحت سويت مهمه بس انتوا اللي قاعدين صرتوا انتوا في الرخا وانا بالشدايد شنو في الرخا شنو في الرخاء شنو في الرخاء الحين انا قاعد احفر يا اخي حتى قلبكم ما صار معاي احساسكم على الاقل حط اذنك على التراب حسسني ان قلبي يطق وياك شنو شنو يا بيه انت منو انت منو صاحبتي انت ولا شنو انت
رجاء رجاء انت الحين غيرتي، لا تقول انا صديقتك ما صديقتك. يلا منك يلا. هذا ليش استاحش؟ تعال تعال لا شوف بتكلمني امسكني لا تجيسني. حبيبي انت نزلت الحفره اللي لقيت الطلعه برا السجن ولا لا؟ هذا اللي همك. اي انت شرها مو عليكم، شرها على منو؟ شرها علينا كلنا اللي سمعنا كلامنا مع بعض. منو الغلطان فينا؟ الغلطان انت. انا ليش غلطان؟ شارب من وراي شروكي. لا بعناه بعناه خلاص. لا كذابين ما بعته حتى انا اعرف. اشوف بطل الباب شوف كشنه مشقوقه اعرفها. يا حبيبي هذا مسجون جديد خليك منه. الحين لقيت الطلعه برا السجن ولا لا؟ هذا منو؟ انا صاحبك. صاحبنا هذا. هذا ايش حقه مسجون هني؟ سلطان مؤبد هذا. ليش؟ امه. لا ليش انت ضحكت؟ ليش انت ضحكت؟ انت اكبر واحد فينا هني ليش ضحكت؟ ها تبون الاهم ولا المهم؟ نفس الشيء. المهم لا انا بعطيكم الاهم. عطنا الاهم الحين. انا نزلت الحفره. حلو. سبحان الله اول ما نزلت بالحفره ولا قدامي تراب. الله هذا عادي حفره اكيد فيها تراب. وانت ايش معطيني؟ انا معطيك قفشه عشان تحفر. ايه بالقفشه احفر احفر وانا احفر بالقفشه. اي شو ولا اسمع صوت تشك تشك. شنو هذا تشك؟ القفشه انكسرت. انكسرت قفشة انكسرت. مصيبة اني اعرف امي. زين وش سويت انت؟ القفشة انكسرت. انكسرت شو اسوي؟ فكر فكر يا فري فكر يا فري. اسمك عزيز. اسمك عزيز حبيبي. شنو هذا؟ اقعد بس اهدى اهدى يا نيمار. اهدى يا نيمار. بس يا نيمار. شوب شوب. زين اي عزيز 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 فكر يا عزيز. كسرت القفشه تسوي يا ابو فرعي. ايش تسوي؟ ايوه عزيز ابو فرعي. عزيز ابو فرعي. اي صح عزيز ابو فرعي. انتوا اغبيه ما تفهمون شيء. كان اقوم شو اسوي؟ شنو؟ كان اسوي كذي وارجع مره ثانيه. طلعت لنفس المسافه رايح حراد. حلو. كان اقوم اسوي بيديني كذي. اوه كميت على روحك لانك كسرت القفشه. بتسكت ولا تتكلم؟ لا قول لي انت شو يعني إذ... انا اذا بتتكلم انت عشان انا ما تك... عشان انا عشان انا شنو يبي شنو؟ ما ادري والله. اذا بتتكلم علشان انت تسكت وانا اسمع. شنو انا اسكت وانت تسمع؟ ما حد يتكلم. لا خلاص خلنا سالفه. الحين بتقاطعني؟ لا ما انا مقاطعك. خلاص قول شو طلع. شط الحين لما اتكلم يطالع. قوم انا بطالعك. سويت كذي بيديني عشان اقوم ارعص دقمه عشان يتحولون اصابعي حديد. جخون شنو اصابك حديد؟ شنو اصابك حديد؟ تحولوا اصابعي. حولت في دقمه. تحولت الي. اكل تبن. اكل تبن الي. اكل تبن لا تكذب. اكل تبن. اي لا طالعني. اكل تبن. اكل تبن؟ ايه عطني. اي شيء تاكل؟ هذا ايش فيه؟ هذا بس كلام. اخذ اكل ما ادري شنو بس. لا تقول له عطني. يقول لي بدام ما عندك تبن خلاص اسكت وكل تبن. لا تكذب لا تكذب. شلون حديد يطلع من اصابعك يا بابا؟ انا تحولت شوف تشغل تشغل. لا مو تشغل تشغل. شلون تحول؟ بكيفك تحول؟ يلا تحول. تبين اتحول؟ ايه اختار. شنو تبيني اتحول؟ اتحول لك اي شيء تبي. حتى لو تبيني اتحول احمد فري اتحول. يلا تحول بنت. تبي تحول بنية؟ ايه قوه. ابله اذلف. والله كذاب هذا. ما عليك منه زين. لا تحولت انا. بس انت انت اللي شفتني بنظرك. شنو تبي؟ خلاص انا تحولت اصابعي يعني طقيت. تحولت يعني يلا صرت تحولت حديد. يلا تحولت يعني متى مصدق انت تحول؟ اكيد. شلون تحول انت؟ يعني اللي اروح تايلاند اتحول وارجع؟ حبيبي مو اي شيء يقولون. حبيبي يا ابن الحلال شو اسوي لك؟ اذا انت ما تصدق الكذبه ايش تبي اسوي لك؟ شلون؟ لا تكذب. انا ما قاعد اكذب. انا قاعد اقول حدث داخل تحت. شنو حدث داخل حدث تحت؟ يا الله العظيم. ترى والله احنا اتكلم. خلاص يلا قول فهمني. يلا ما تبي ما تبي تتكلم. ما نكلمك. يلا اذن. ما تبي تحاكيني ولا ابي احاكيك. سمعت ايش قال؟ سمعت اي قال. ما يبي حاكيني. ما يبي حاكيك. انت تحاكيني. اوكي انا حاكيك. شنو تحولت؟ كان اقوم اتحول حديد. كذاب. انت كل تبن. كل تبن. بتوكلني تبن؟ ايه. وتخلي البقره من غير اكل؟ وين البقره؟ وين البقره؟
خلاص انا معك. شنو تحولت؟ انا تحولت ايديني تحولت حديد، سويت كذي تحولت حديد. سويت يا معود خليك انت غبي، تعال حبيبي. مامي مامي اكلمك. والله انت غبي قاعد تقول اي كلام والله. ما تبي تحاكيني؟ لا ماني محاكيك. ولا تطالعني. لا طيب ما تبي تحاكيني يعني انت مخاصمني. ايش تبي يعني؟ يعني لا طلع ما تبي. شنو تبي مني؟ موت ما تبي تحاكيني؟ ماني محاكيك ولا انا شايفك. خلاص ولا تطالعني. ماني مطالعك يلا. هذا ياهل. ما ادري. ياهل هذا. ها ها شوف لبلبي من اشارتي يفهم. لبيبو من اشارتي يفهم. اي انت حاكيتني وطالعتني انا ما رديت عليك. يلا اقلف هناك يلا. زين المهم. اطلع اي. شنو اسوي كذي؟ شنو اتحول؟ شنو اقوم؟ وانا رعص الزرور؟ زر زر. زين شنو اقوم اتحول حفاره؟ اوه. جغوش جغوش جغوش. هذه شنو؟ هذه شنو؟ هذه حفاره؟ حفاره تحول حفاره. هذه حفاضه اللي سويتها انت. ها تعال صار لك ساعة هنا. شنو هذا؟ هذا شنو شغلك؟ هذا تحولت حفارة. الحين أنا بالحفرة مو قفشة انكسرت. زين شنو تحول حفارة شوي وأنا تحول حفارة؟ شان تكسر دروس شان تكسر. هذا شنو؟ دروس الحفارة انكسرت. وش سويت؟ الحين شو أسوي؟ شلون أكسر الصخر؟ شلون أكسر الصخير الصخر؟ أنت شنو؟ حلو شلون شلون؟ شوي أفكر فكر فكر يا أبو فري فكر يا أبو فري فكر يا عزيز فكر يا عزيز. أيوه شان أقوم أتحول ديناميت. شلون تحول ديناميت؟ جديد تحول ديناميت. حنت أنا ما أنا حلي تشوفني ترى مو إنسان. ها ديناميت واقف قدامك. وليش تحول ديناميت؟ حق شنو؟ عشان بس أكسر الصخر. زي وش سويت؟ شان أقوم أولع نفسي شديد وأقول لهم تعالوا تعالوا سووا شديد. تعال 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 طوف تعال 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 والله ما خليك تعال حبيبي. هذا صاحبك. تعال صاحبك ليش يدقق؟ تعال حبيبي تعال تعال. انصرت ديناميت ايه ولعت بروحك وقطيت روحك وركضت. شلون شنو شلون شلون قطيت روحك وركضت؟ شلون ولعت نفسي حذفتها ونحشت. شنو حلاها حذفت نفسي ونحشت؟ ابي انفجر. تعالي تعال حبيبي. غلط اللي قاعد تقوله هذا. ليش غلط؟ شلون تقط روحك وتركض؟ شنو هذا؟ يا الله تعال انزل المستوى. شنو زين؟ والله مشكلتي ان انا عبقري. انا يعني انا مشكلتي انا وياي. شنو تبي الحين؟ انا خل انزل لمستواك. شو اسوي؟ يلا هذا ديناميت. انا خريج علوم بيولوجيه. انا علوم علوم شنو؟ بيولوجيه. والله العظيم ما ادري شنو يعني بيولوجيه. شنو بيولوجيه؟ بيولوجيه ماده. حبيبي مو جاي مقدم عندك انا. شنو يعني بيولوجية؟ بيولوجية هو عالم العلوم يسمونه عالم العلوم. لا لا خلاص قول لي اوكي وخلاص. يلا اوكي انا غبي فهمني. يلا شنو؟ انا غبي فهمني. شنو؟ صار لا ما اضحك عليكم اضحك. يقول انا يقول عن يقول انا غبي. ليش مستارت؟ على امك. شبين على شبين وبين امي؟ شبينكم؟ خلاص خله والله عندك يعني الحين انت زعلان؟ خلاص على شنو؟ لا انا اللي افهم اليوم. حبيبي افهم الموضوع اليوم ما امشي انا. انت بتفهم الموضوع؟ ايه الحين لما كبرت؟ ها ها خاف ابوي هذا ما ادري زين. المهم شنو البيولوجيه؟ البيولوجيه عالم البيولوجيه. حلو الهندسه البيولوجيه والعالم البيولوجيه. يلا الحين لا الحين شوف تعال تعال عشان بفهمك الحين. شنو هذا اللي يمشي؟ هذا ظلي. احد مع ظله ويناظر الساعه. احلامي. فهمني شنو بيولوجي؟ الحين هذا ظلك؟ هذا ظلي وهذا ظلي. زين الحين انا الحين عالم البيولوجي او الاختراق البيولوجي. اختراق الحين. سلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا. لا لا ترى مو انت قاعد تتكلم. هذا الحين انا مو قاعد اتكلم. شوفني حجي يتحرك. اي قاعد اشوف حجك يتحرك. لا انت يسرى بالك هذا اللي قاعد يتكلم. انا بس اطالعه بس اطالع. شنو يبي هذا؟ شنو يبي؟ يعني تناظرني بعيني ولا تسمع كلامي. سلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك شخبارك؟ هلا حبيبي. الحين شفت ظلك يتكلم. ايه هو ظلي هذا. شفت الحين احب اوريك انا. طف لي ضاءه. وينه وينه وين راح يما؟ هبا الحمارة. هذا والله مو مفهوم. والله ما ادري ايش قاعد يقول هذا. يا الله هذا غبي. والله غبي. احنا شلون حاطينه بالحفره لو رايح واحد؟ انا شنو غبي انت بس؟ عبالك لما تقول عبالك لما يقول غبي او يسبني عبالك او يقول لي كل تبن وهذا عبالك بتاثر عادي. والله العظيم كلام طايف.
يا شلون كلام طاير؟ ما يخالف ما يخالف، انا الحين منزلي مستواك. شلون تنزل مستواي؟ بسألك كم سؤال. والله حرام انا قاعد وياكم. ايش فيها؟ الحين مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. بعطيك جملتين بس ناخذ واحده واحده نحول فيها. زين شنو تبي؟ زين الحين في اكرام السامع، في حمار ونمله. بالغرفه واحد طق الثاني بقصار طوم طوم طوم، عصبت النمله ايش سوت؟ سوت سكرت الباب، قفلت الباب عشان تقول للنمله المفتاح من حدر الباب. الحين تراضوا. زين الحين من اللي يقدر يطلع من فتحه الباب يجيب المفتاح ويبطل الباب؟ النملة. سبحان الله نفس تفكير الحمار. سبك شلون عرفت؟ هذا شيء حبيبي، هذا بيغلط. هذا رأي الحمار، هذا بيغلط وبس. كان غيرت انت، كان غيرت انت، ليش قايل لي الموضوع طول؟ قول لي انت حمار خلص الموضوع. لا 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 حشاك، انت صديقي بنزلي مستواك اكثر. انا حرام اقعد وياك. ايش في هذا؟ هذه بس حط بالك، دير بالك. اقعد بسالك سؤال. ها؟ لا شوف، في اثنين اخوان. زين. واحد اسمه حسن والثاني اسمه عيد. مات حسن، من اللي باقي؟ عيد. واحد اسمه حسن. واحد اسمه حسن والثاني اسمه عيد. مات حسن، من اللي باقي؟ عيد. انا قاعد اعيد. انت اهبل؟ اهبل؟ مو اهبل، بطالع بطالع. انت تفهم ولا ما تفهم؟ انا افهم، انت اللي غبي. همرد قال لي غبي. سبحان الله سبحان الله، الغبي اللي يوقف مو الغبي اللي يمشي. يعني شنو؟ يعني المهم زين قول لي. انا اقول عشان وانا اشب الديناميت. الديناميت الديناميت حلو ولا شو؟ تصدق الديناميت لما تشبه ينفجر؟ ادري ادري. زين صار كذي طور 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 وشوي حجر يطيح علي، حجر صخر وحجر، وانا اسوي كذي وكذي. زين لقيت الطلعه وانا التفت يميني كذي طالعت ولا مع الانفجار؟ اي ولا مبنى مربع قدامي. ها المبنى اللي برا السجن يا عيال. ولونه اصفر اصفر اصفر. مستشفى؟ لا وفي ريال عند الباب قاعد على كرسي طويل مسوي كذي لونه اصفر وحاط كبوس احمر أصفر. ومكتوب كلام بالانجليزي، انا ما اعرف انجليزي. شنو شنو مكتوب؟ بس مكتوب ماكدونالدز. حبيبي مطعم، هذا مطعم. المهم ما ايش سويت؟ المهم انا وراي طريق. زين كان اقوم انا بديديني واخذ سندويكه واطلع. ها اكيد عديت بين الاسطور. ها ماني متكلم، تكلم. شوف اللي يقول اكل تبن، شوف شلون يكذب كذي وكذي وكذي. رد عليه رد عليه. وجبه وجبه، خذ الوجبه كلها وامشي. خلاص قال لك، قال لك الغراب، اخذ وجبه وامشي. معي غراب. هذا سبنا مراد، هذا رفيجنا رفيجنا. بس سبحان الله مديت يدي وخذت سندويش اكلتها. وزين وين رحت؟ انا الحين طلعتي من المطعم. حلو طالع قدامي. ايه ولا وراي حصان. ليش قاعد تأشر علي حبيبي؟ لا قاعد بالمنظره طالع اللي وراي حصان. شلون تشوف قدامك وطالع وراك عيونك بظهرك انت؟ مو صار انفجار؟ زين مو كنت اسوق حفار يوم تحولت؟ حلو مع الانفجار طارت المنظره زقت قدامي، طالع قدامي اللي وراي حصان. هذا تفكيره ما ادري وين. والله ذكي يا اخي. والله ما يصير اللي قاعد يقوله كذب والله. يا ابن الحلال، هذا اللي حصل قدامي. طلعت بالمنظره قدامي اللي وراي حصان. شنو طالع الحصان ولا هيئه حصان؟ زين ايش قلت له؟ شنو اسوي له كذي؟ كان يقول الحصان هي اكلت من حصان. يقول هي شلون؟ شلون حصان يقول هي؟ شنو شبي هذا؟ شلون يقول هي؟ شلون يقول هي حصان؟ الحين انت الحصان ولا هو الحصان؟ من الحصان؟ انت الحصان ولا هو الحصان؟ تعال مشكلة مستوى واضح. تعال تعال مني، تعال تعال مني، تعال. الحين انت وين كنت واقف؟ هناك. والحين واللي كان واقفين شنو؟ حصان. وانت الحين شنو؟ حبيبي حبيبي قول لي انت حصان، لا تمشورني. بدا ما تفهم، بدا ما تفهم بلغه الحصن، ايش حقا تتكلم؟ وانت شلون فهمت لغه الحصن؟ لان انا حيوان. اه ايش فيك؟ صدق نفسي صدق. المهم اي زين المهم طالعت الحصان كذي ولا الحصان لما وقف يمه ارفع ارفع مني. رفيع الحصان. رفيع الحصان. زين كان اقوم انا طالع كذي. ليش ضحكت الضحكه؟ ضحكه بسخرية. حلو زين زين ايش سويت بالحصان؟ انا اول مره اشوف عيون فوق حلج تحت. كلنا عيون فوق وحلج تحت. اعلى ابالي مقلوب هذا. لا يا مقلوب. المهم زين وش سويت؟ قاعد امسخركم. والله انت
تستاهلون بعدين مشتغلين وياي شو اسوي؟ اغبياء. المهم طالعت له حصان ولا رفيع؟ زين. عشان اطق بريولي كذي. حلو. واطلع كذي نفس الصاروخ. علي علي جراندايزر. انت ياهل ياهل انت. ليش؟ انت يا شنو علي علي جراندايزر؟ تحولت صاروخ عشان بركب على الحصان. شلون تحولت صاروخ؟ يعني شلون تحولت حفاره؟ شلون تحولت بيد ابنين؟ عزان على هذه اني اتحول؟ فيها مشكله يعني؟ فيها مشاكل؟ هذا اهبل. والله اهبل. والله اهبل. اذا انت ما تقدر انت تتحول، انا اتحول سهل. شلون تحول صاروخ؟ يا الله شلون رحت هناك تحولت ورديت في ما اعرف انا انت كذاب هم رد على قال لي كذاب عبالي بيهيني هم الله يسامحك يا بدأ من لاني انا دشيت الحفره انا داخل الحدث الله يرحم والديك اسمع ولا تتكلم قول لي اوكي وصح وانت انت اللي تقولها كلها صحيح واحنا كذابين المهم صرت صاروخ بعدين شنو وانا نازل كذي نازل ولا الحصان يوخر اوه سويت انت قلت اخ وخر لازم اصيده حلو بنزلتي ولا الارض الارض تحتي الارض الارض تحتي حلو الحين اطيح تتكسر رجولي زين سوي كان اقوم اسوي حركتي هذه كذي واصفط يديني على ريولي هذه كذي مات الجمباز واقلب هذا القلبه مالك منو يقلب منو يقلب ها منو يقلب انا اقلب انا العب جمباز انت ماشي ما تمشي تلا تقلب بالهواء شلون شفت الحقير؟ ايش قال؟ قال ماشي ما تمشي على كلمة ايش قاعد اسوي؟ احبي انا؟ حبيبي ما تمشي عدل انت عشان تقلب الهواء انا العب جمباز انا 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 رجعت وين سنة 64 لما كنت العب هذه الجمباز 64 ماكو جمباز 64 ماكو كرة حزتها لا والله بعد اذا انت ما تشوف كرة ولا عندكم تلفزيون سنة 64 حبيبي احنا سنة 64 قارمن عندنا شنو قارمن شنو قارمن؟ قارمن اللي يوديك للطريق هذا تلفزيون ملون عندنا عندك عندي كان عندي حتى ايفون 9 كان عنده يلا اقلب يلا زين سويت قلبت من الهواء من قلب كذي وانا قاعد اتقلب كذي زين وانا العب جمباز ترى منو جمباز انا العب جمبيز جمباز ولا مره شفتك مسترتش شلون تلعب جمباز البس استرتش شويه تعال 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 ترى رد على الاسترتش ترى جسمي يطلع سمبتيك على الاسترتش انا انت بدشداشه مو حلو دشداشه مو حلو لا البس بنطلون يا خلف زين كمل زين صار ها صار بعدين وانا بنزلتي كذي زين ولا الحصان واقف حلو عشان اقوم انا اطب عليه تعجبني طبيت عليه عشان اقوم امسكه من ريشه الصوب ايوه شعره 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 ايوه اطرب 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 يا حبيبي قطار هذا حصان لا ما ريالنا القطار وانا اركض مع الحصان ايوه شفت الحصان كان يهدي مو راضي يكمل كان اقول اركض اركض حبيبي رفيجك انا مو حصان لا طالع انا مستغرب انا رفيجك رفيجك انا معاك بالسجن بس نفس اللون شنو نفس اللون نفس اللون ما له شغل اللون انا رفيجك روح روحي ما ودي اسمر روح وانت شنو لونك يعني انا ميز لونك لون ركبه انت يعني انا لوني انا انا, أنا مشق مو الركبة اللي تمشيك مو الركبة المهم المهم لا تضحك قال شيء عندي يضحك لا تضحك سأقول عادي شيء زين كمل اضرب 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 طلع 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 طل جد طلعت وانا قدام حلو ولا قدامي فتحة 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 طلع برا السجن اي فتحة طلعتها ولا مو فتحة حرف الباء والله عبالي مسجل المهم طلعت ولا فتحه زين عشان اقوم امد راسي وريولي وديني كذي مره واحده حلو كذي طلعت ديني وراسي وريولي زين 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 التفت يمين شمال ولا هذه طلع مكتوب عليها ايجيبت اكزت اكزت ها اكزت اكزت ايجيبت طلعه شنو اكزت ايجيبت مصر اكزت طلعه وانا شنو قلت؟ قلت ايجيبت ايجيبت اي مكتوب بسهم ايجيبت يعني ايش اسمه المهم حبيبي طلعت قلت خلاص توني بخطي خطوه الاولى بنحاش زين قلت لا ابدن ليش؟ ريولي قصها ما انحاش ليش ما انحشت؟ قلت انحاش واخلي ربيعي ربعك ربعي اخلي ربعي كفو والله ريال يا عزيز ما انحاش ريال شنو شنو يعني؟ انا وصلت للنهايه خلاص زين ممتاز اسمع ردش الحفره مره ثانيه لا تشوف حصان لا تروح ماكدونالدز لا تروح مكان احنا ناخذ الاغراض ونلحقك يلا يلا يلا, 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 يلا
بتاخرون؟ لا لا, لا ما راح اتاخر راح يعني اني ظهري يعورني حرام عليك ليش تعور ظهري؟ شنو؟ قص على العالم مسرحيه بعد شنو؟ تعال 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 يعني اي حاط سجن وما سجن تعال يا حبيبي اكو سجن بلاستيك بعدين انا اللي اعرفه سجن ينقفل في 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 شويش ما يسمى شنو شويش؟ في سجون انت في سجن في عارض شرطي يقفل الباب في اكو سجن باب مبطل اكو سجن باب مبطل يقصون علينا وبعدين هذا سجن ولا سجن مباركيه معلق فاطمه وخطر السلام عليكم خرب الدنيا هذا مينون والله مينون يلا اخذوا اغراضكم خلينا نعاش كوني اغراضكم بسرعه يلا بيروح يلا يلا خلينا ناخذ يلا اخذوا لا تخلون شيء ها وين اغراض مبارك شنو الضابط 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 جاي صليل الصوارف حبيب الحوامل هلا طال عمرك هلا حضرتك سير رفيجي شفيك يا فيك شفيك انت مقروص مقروص ضرب المسلمين ضرب المسلمين مين مين ده ابن مين مين شاور لي عليه بس شاور لي عليه ضرب المسلمين الراجل ده طب مين ده مين مين الراجل ده خليه يولي خليه يولي ثابت يا راسك فوق غازل الشمس يا حلوة يا شمس يا قمر الشمس تقول لها قمر غبي انت يا بعد عمري يا شمس آخ مسوية تاتو جناح ورا لا تصير والله ما يصير عين ما شفت الفراشة اللي هني تذاب أحبك موت يا ليت اسمي محمد وانت ليش ما تغازل أنا ما أحب شمس أحب شيرين غازل شيرين وينها تخيلها لا 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 لا, 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 لا. حبيبي انت بتهدنا وتمشي هذا معانا قاعد هنا حبيبي تكفى لا لا تكفى تعال يا شيرين وخر يا اقطع فيها احترم الوقف ما ايش قال نبح ما ايش قال لا اربط شلبك راس فوق واحد يمين واحد يسار انت طق دقمه قصة طلع الطعام طلع الطعام هذا مريض فيه سرجاع داخلي نفس البعير بس تيو راسك فوق راسك ورا بعد ورا الا بطراسه هذا الا بطراسه انا اعلمك حرام عليك والله ينكسر هذا حبيبي انا مو لا فقريات حبيبي بس تيو بارك للامام أسلح شفيك؟ ضرب المسلمين تاني ثابت فيها شفيك تخز راسك فوق وقفت يا انت بروحك صنعت راسك فوق كحاتيك أنا أنا؟ لا لا ليمك أنا؟ ها تستعبطون انت وياه؟ لا لا قاعد تستعبط انت وياه؟ لا لا راسك فوق راسك تحت فوق بالنص وين اروح؟ وين على خيرك انت؟ وين فوق تحت بالنص؟ مو شغلك مبارك انزل بطه شلون بطه شلون بطه شلون بطه تصرف تصرف
شو اسوي لك يعني؟ راسك فوق، خصرك يمين راسك يسار. وين اروح؟ هو شغلك سامي. لا مو حرك، مو حرك تحت. ايش على طول انت؟ مادي ما انزل ضفادع بشريه. شلون شلون ضفادع بشريه؟ مشيتك طبيعيه، مشيتك طبيعيه. شنو؟ ضرب رفيج المسلمين. والله ثابت يا شيخ، راسك فوق، خطوه قدام، خصرك ورا. وين اروح؟ وين؟ انا مو مع المسلمين. استغفر الله يا رب، استغفر الله يا رب. انت بالذات ها امش مشيت الكلب الحصران. ها شلون يمشي الكلب الحصران؟ مشيتك الطبيعيه. شلون تمشي مشيه طبيعيه؟ شايلها. قلبك اسود خلاص. ليش الطبيعيه؟ شلون مشيه طبيعيه؟ والله خلاص يا طف اللي بيدك. طف 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 طف. لا قطك انفرادي. ثابت وياه، راسك فوق، راسك فوق. قاعد يطالعك ولا قاعد يطالع؟ طالعني طالعني. انا اوكي. راسك فوق. لا يطالعني حبيبي. ايه سامي راسك فوق. يعني راسي بريلي انا ولا شنو حبيبي؟ عطني سيجارة ثانية. يا حبيبي خلاص. لا يعصب لا يعصب. خله خله خله. لا راس فوق، راس فوق، راس فوق. ليش طالع مبارك؟ لا تأكد راسه فوق ولا لا. ثابت فيها. انزل تحت اصعد فوق. وين اروح يا وين وين؟ انا عبالي مش مشيت الكلب حسران. انت ما نسيتني عبالي نسيتني. اخلص ان شاء الله. شلون الكلب حسران؟ شلون ما اعرف. اسران ما في امام. هذيلي شوف. ما خلص ما خلص. تعال تعال ترى مسخرنا هذا والله. ثابت وياه. راسك فوق، راسك تحت، راسك يمين، راسك يسار. شلون؟ وين اروح انا؟ والله لو ادري وين اروح اروح. يسار. ريلي ما ادري ما استعد. يسر استعد. يسر يسر يسر. اي تبي الشقه ولا شنو؟ استعد. شلون استعد الحين؟ والله شوف. تعال يا ثابت وياه. يسر استعد. حلو مبارك. حلو حلو حلو. والله ما سويت شيء والله. عيد عيد. يسر استعد. يسر استعد. اكل تبني. يلا خذ روحك. يلا شنو يسار استعد يعني؟ سهلة. يسار استعد. شلون يسار استعد؟ يسار استعد. يسار استعد. يسار استعد. يسار استعد. سهلة. بوقها بوقها بوقها. اي بوقها. حلو حلو حلو. سم سم سم. هلا هلا يما يما بنات بنات يما يما. هلا هلا. هذه بنتي الكبيرة. يلا يلا ركس عشان اخذك حق ولدي. يلا يلا. حلو مبارك. فتحت شيء بمخي. حلو حلو. ايش فتحت؟ حلو ايش فتحت؟ حلو. انا اقول لك الحين حلو. يسر استعد. يسر استعد. يا سلام. حلو حلو حلو. للامام فز. سلام وراح. حلو سامي. حلو. انا مو قايل لك هذا معاهم ما صدقتني. شلون يعرف الامر؟ عارفي والله. استعد. حلو حلو. فتحت شيء مخك. حلو 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 حلو. يسر استعد. حلو حلو حلو. عيد عيد عيد. جبتهم. عيد. يسر استعد. يسر حلو. لا 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 وايد وايد. ولا قط البريحة هذا. حلو حلو. يسر استعد. للأمام خز. حلو سامي. حلو الصوت حلو الصوت. شكله رتبة رتبة عالية هذا.
شلون عرفت؟ عرفت التمرين كله. استعد مكانك سير. هذا مدرس مدنيه ولا سالفته هذا؟ كل ما يدربنا ليش؟ والله ما ادري بس المصيبه متى نوصل؟ مكانك سير. اسرع شوي. انا قايل لكم ما حد جاهز لمشيتك اليوم يا اخو. ما انا هذا يا يسر. اسعد. اذبحني اذبحني. للامام سير. هذا مال حرب كنا. هو شفت الحركه هذه؟ حركه تافهه عاديه والله. سلطان سامي وقف كمل المباراه. حلو. هذا يحب صوت الكعب. والله والله عارف اثنين من ربع جوهم شي. اثنين من ربع ماكو غيرنا انا وسامي. حلو حلو مبارك. استريح. حلو الختمة. راح اصعب التمرين شوي. شلون؟ راسك فوق؟ ممشوط الغامة؟ شلون ممشوط الغامة؟ ما ادري امشط امشط نفسك. شلون امشط نفسك؟ شلون ممشوط الغامة؟ حلو سامي. والله هذا التمرين هذا قاعد يحره مو ركز سامي لفوق ممشوط القامه شرفع ماكو شيء. ها شباب ممشوطين 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 البر. والله ممشوط على اخر انا والله. ايدك على خصرك. ما اسمع. ايدك على خصرك. شلون كذي؟ حلو سلطان. ترى انا عرفت من حط صوت الكعب توني عرفت. ترى حيل سهل يا شباب كذي. شلون حيل سهل؟ والله عادي. حلو سلطان بس بوقها الاخير ابوقها. ايوه ثبت. ايه خل احد يشوف. يلا حلوين يا شباب. يمين يسار خير. مبارك حبيبي انا ارهابي ليش تبين اسوي لك هذه؟ حبيبي تمارين يا مبارك. ترى انتم العنبر الوحيد قاعد اعطيه برايفت. والله باجي العنابر اتفل بهم وامشي. انت منو تبي فينا بالضبط؟ مع التمرين تعرف مع التمرين. روح روح روح. هذا ايش فيه؟ روح سلطان. يمين. برافو برافو. صدق والله مرتاح. مريح. هذا منه فوايد. والله شنو فوايده؟ حق الارداف الخصر. شلون شلون تمرين؟ المشكله انا لا عندي لا ارداف ولا خصر. شلون تمرين؟ انت ما عندك جسم. سلطان هلا زيدها كذي مع الكتف. ها شوف التمرين حلو. شوف يا حيوانه. تعالي من متى بالنادي انت؟ وين مشتركه من اسبوعين بس هالبويات اذوني. ما حد قال ايش تشتركين بالرقعي. شو اسوي مأجر هناك بالرقعي؟ والله اجارات رخيصه طايحه. كم اجاراتكم؟ خمس غرف ب 200 دينار بس. لا ورا العماره طيب. شلون؟ ما ياخذهم. لا تسال اكثر ردك. حلو سلطان. الحلج الحلج. البرك. واي كلاس الشرقي صعب. ما توقعت شيء. انا قاري العاده وامشي. والله انا لا كلاس شرقي ولا قاري. حفلات على طول. هذا رصيد هذا وجبه مستوره الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. تعالي ليش كلها ابله الشرقي متينه؟ صدقين صح ما ادري بس عطتنا تمرين تو وايد حلو. اي واحد؟ هذا مال الحمره. حلو سلطان حلو حبي. عسى ما حد سمع. حبايبي راح اصعب التمرين شوي خلي ايقاع اكثر. شنو هالتمرين هذا؟ اسرع اسرع. لا شلون يعني؟ متاكدين هذا ضابط؟ راح كتفك بس هذا بالماي مو هني كابتن. حلو صح؟ حلو سلطان فتحت شيء بمخي. حلو حلو. شنو فتحت انت؟ ما ادري والله ما ادري. راح احط معاه ايقاع. حلو البرك. شلون شلون؟ السحب الاخير.
حلو، هذا بيرقصني ولا شنو؟ شو السالفة؟ يلا سقنا للرجالة. والله راح اصعب شباب. ها يلا 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 تكفى سلطان. ها التمرين نص خطوه لقدام وبوك ارجع بسرعه. اوه هالتمرين هذا انا مشتركه بالنادي عشانه. ايوه خطيب دافع 100 دينار انا. اي واحد هذا؟ لا يلا سلطان يا حماره الايد لقدام لا تنسى الحلج حبي الحلج. ها عمري ان شاء الله لا تذكريني عمري ان شاء الله ان شاء الله. لي ورا لي ورا الشت. الحين كابتن هلا الحين هذا الشيء يفيدني بالحرب. بالحرب تنخش ورا الطوفه تطلع سلاحك وترمي. هذا بس من غير سلاح يصير شيء. من غير سلاح يقول شيء؟ والله مسخره من غير سلاح. لا اذا شيء تمارين كابتن في خوش تمرين حق الحرب بعد. شنو؟ قنابل. حلو مبارك حلو برافو. لا جاهز حق الحرب. انا جاهز هذا تمرين بالحرب اسمه الخنق المباشر. اي واحد هذا والله تو سويت تمرين بواحد. شلون شلون ثقب انت؟ احنا العدو قدامك. ايه رحت له بالقنبله. ايه عاش 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 عاش. هي 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 حذفت قنبلتك. يعني شنو هذه اخر واحده؟ هذه الجست الاخير بس. ما عندي قنبله. يعني عندي قنبله يعني بسوي كذي؟ ما ادري. واحده خلاص وارجع. ناشف مع القنبله ناشف. اي يعني شنو؟ من غير قنبله. من غير قنبله؟ متاكدها؟ والله الحرب الحرب مستويه. والله مستويه. والله مستويه. راح اصعدها شوي. شباب الحرب نار نار الحرب. والله من قلبي هلا عمري. راح اصعب الحرب شوي اقصد التمرين. تكفى تكفى لا تصدمني وتسوي الدوده. تكفى خليك مع اللغه. يلا ها هي 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 شدت الحرب شدت 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 هي. كابتن هلا النادي فول. هي هي ها هي هذا ينادي العدو. ما يصير هيا سيد. وقفت تمرين ايش فيك؟ اي وقفت تمرينك. هذه مو موجوده بالحرب. والله هذه الحركه ماكو بالحرب. لا تحلف. والله ماكو. هذا ما يوم عبث. شنو اللي عبث؟ حبيبي بالحرب قدام مكسور شلون تنط السور؟ ايش دراني قاعد اسوي لك؟ شو قلت؟ شلون ايش دراني؟ لا تفتي ما تدري لا تفتي. دش الحرب مره ثانيه. الحرب هذه شنو هذا؟ هذه شنو هذا؟ هذه يقول حق صاحبك ان انا جاهز 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 واثبت. ليش؟ صاحبك يصعد فوقك طالع بالدربين يقول كل شيء تمام. حرب ما يب شيء من مخي انا. زين بالله سويت هذه وطلع العدو وراي، شو يسوي فيني؟ ملاحظتك حلوه. حقك حقك. شنو هذا؟ صراحه حقك حقك ما ادري. الله بهاللحظه بس تعرف ان صاحبك خون. وانا انطره يخون؟ انطره يخون؟ شلون يعني؟ شنو شلون؟ هذا افتراض. لو هذا اهبل والله اهبل. يلا سوى سوى حبيبي لا تفتش التمرين. شنو افتش التمرين؟ شوف اسمع العدو اسمع العدو اسمع العدو. راح اصعب التمرين اكثر. احنا بنحارب ميامي شلون؟ شنو هذا شنو هذا حبيبي؟ هذا مو تمرين هذا حصران. حبيبي شنو هذا شنو؟ هذه حلاوة الروح حبيبي. اي حلاوة الروح؟ ليش حلاوة الروح ليش؟ يا حبيبي ترى لا تفتشها مبارك. من يفتشها؟ انت الحين بالحرب. زين تعال 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 تكفى تكفى. تعال 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 يلا انا بقطع الشك منك. تعال 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 روح خشوف تعال حرب من البداية. يلا هاي البداية هاي البداية. اوكي سور 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 سور. حلو عديت السور الحين ارجع هجوم على العدو. ها شفت شلون يا حبيبي؟
مو موجوده بالحرب. هذه اغنيه تداوني. لا 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 روح قدام الحرب روح. يلا ها كذي انا اسلم نفسي انا اسلم نفسي بالحرب اسلم نفسي. اهجم روح مبارك قنبله. قنبلة طلعت هذه؟ ايه والله تعبالك مينون؟ ان سألتني مرة ثانية بمسح فيك الأرض. خلاص يلا يلا راح أصعب التمرين. تكفى بس كابتن. هلا الحين وأنت تصعب التمرين بالحرب هناك في دي جي شيء وإحنا نتحرك. في دي جي وفي اللي يحط لك عطر عند الصالة. ليش تستهبل أنت؟ سؤال عادي قلت بين الأسئلة. ما أعرف عنه. راح اصعب عناد عليكم. تكفى شو بتقلب لي وراي ولا شنو بتسوي؟ تكفى. اوه هذه صعبه الحرب شكلها. متوتر ما تدري شنو سوى. اه هذا شنو توتر ولا شنو؟ حدث مش العدو مش العدو راح. إيه. حبيبي حرب مو خوالك. لا حبيبي حرب حرب. ركز. ايوه ها ايه شن الأعداء وايد. حلو فتح شيء مخه فتحوا شيء مخه. إيه يلا عاد يلا عاد هذه رقصة والله فيك رقصة أنت حبيبي. هذه أعرفها أنا القديمة. شنو تعرف عنها؟ هذه وينك 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 أعرفها. حلو مالت الخيران قبل أعرفها. حلو إحنا موظفينها بالحرب. شلون موظفها بالحرب؟ عرفت شلون سوها؟ وينك 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 يعني شنو؟ بالحرب تقول حق صاحبك العدو وين؟ تقول له وين؟ ما تقدر تحكى فتسوي له شيء يعرف ان انت مو عارف وين العدو. ها فيقرر يا يقول لك يمين؟ ايش هالحرب؟ هذه حرب؟ اي يعني يمين انت مو لفيت؟ اي راح اقول لك شيء. ها ابوك انه روح يمين بعدين اقول لك شيء. استعداد هذا بالحرب؟ اي عشان العدو ما يشوفني. ها انت توهت ما لقيت احد ما ادري وين يمين. اقول لك كذي يسار. ياه يعني الحين اذا قلت لك يمين ايه شو تقول لي انت؟ اقول لك لا 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 عاد يلا عاد هذه مالت سجوده اعرفها. هي إيه وصلت لك على شكل اغنيه. اي رقصه إيه حركه حرب حبيبي. شلون حركه حرب؟ انا شنو فهمت كذي؟ انه عاش واقف شنو شنو؟ اي لا شلون تقول اي لا بالايد؟ اي لا بالايد بالايد. اي لا ها شو سويت؟ ها لا بس انا خليتها على لحن. يا اخي والله الحرب متعه طلعت. يعني لو ما تسال والله لو ادري كان ما دشيت ارهاب والله. لو ما تسال كل شيء صح. اي راح اصعب التمرين عشانك. تكفى اعطيك الحين تمرين اسمه العاز. شنو العاز؟ بالحرب. اي الحرب ايش فيها؟ الحين اول ما دشيت ايش قلت؟ ايش قلت؟ استفاف استريح يسر روح. استخدمت شنو؟ صوتك. مو صوتي صح صح؟ صح. هني بالحرب لازم تستعمل صوتك. حرب حق صوت تمرين. أيوة. صوت الحين انا بالحرب شو بتقولي ارجع شو تقولي؟ اي ارجع. لا يا انسحاب. لا تقول اب لا تركز على الباء. انسحاب. شنو انسحاب؟ شنو تفهم انت انسحاب؟ ما ادري عبالك مرض عبالك صح؟ هي انسحاب بالحرب. ها الحرب بالانسحاب. ايوه سلطان عشان تفهم سلطان حبي. هلا عمري تعال قلبي. وين وين انت شنو علاقتكم بالضبط؟ بعرف انا علاقة حرب. حبي عطني حرف الآه 20 ثانية بس عشان صاحبك يطمن. بس حرف الآه؟ إيه مع إنه ما في حرف الآه ترى. ما أدري عطى اللي يبي. خلاص اللغة العربية مو خدت آ أو إي؟ لا حبيبي مو عبث جايين قلت لك صح. لا تستهبل إن شاء الله. إن شاء الله آ أو إي موجودين خذيتهم. عطني آ بس 20 ثانية. آه لازم خسر صوتك عشان يشيلني من باله. تعبت يا مبارك التمرين حاطني الاول. تعال يا حبيبي تعال يا عمري فضحت من المساجين. سلطان حياتي عيدها بس عيدها. حياتي يقول حياتي عيد حبيبي. يلا عطى عطى يلا. حلو فتحت شيء بوكي. ثبت 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 يا كمل. بدايته حلو. مدها 10 ثواني. بس لا تضحك خلها حزينة شوي.
حزينة حزينة. هذا يبيك حزين. شلون؟ أشوف وجهك على خير يا سلطان. راح أموت بالحرب؟ إيه شهيد إن شاء الله. سلموا سلموا سلموا. إن شاء الله. سلطان. حننها شوي. عاد والله حلمان فيك شهيد. والله. يا رب. حننها. حننها. حلو حلو هاي طبق بداية. ابدأ هني ابدأ هني. لا تصعد ابدأ هني. سلمى سلمى. شو سلمى؟ حننها حننها أنت بعد حننها. شنو هذا يا رب؟ ثبت هاي ثبت. والله في شيء والله في شيء والله والله في شيء والله في شيء. آه بيركب بيركب. إيدك كذي. لا تضحك. حرب صح حرب. حننها. حلو حلو. خلها بكائية شوي. بكائية فيها تنهد شوي تنهد. شلون ما أعرف. غشني والله غشني والله غشني والله. في احسن في احسن عشان حزينه سوى شيء. حسن صار زاد الحزن. شنو انا اسوي؟ عيد عيد. حلو 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 حلو. هذا ماخذ الحرب يطقني شنو؟ حلو حلو حلو. ترى ما طقنا العدو للحين. بجهز نفسي حق العدو انا. مبارك زاد روحك حبي. لا 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 ذهب روحك. سويت ما ادري. اغسل يدك اخليك هاي ما اقول لك شيء. ترى تعبت شاي الحرب بروحي. واحنا وين رحنا؟ انتوا ما اشوفكم الا تطقون بس ما عشان تعرف هذا الطق شنو. خبازي. انت اللي تطول. مبارك كمل كمل في شيء مبارك كمل مبارك. يلا كنتبر يلا عاد يا حبيبي. انت مو شايف اهلك مو ذنبي انا ارهابي. انا ارهابي. ادري انك ارهابي. شنو شنو تبي نقول؟ شلون تفجر انت؟ ايش تراني شلون افجر بعد؟ ما فجرت انت من قبل. بلا افجر. ايش فجر الحين؟ طرب. حلو فيها ذخيره واسلاك وبارود وكل شيء صح؟ ايه. شيل هذيل خل مني وفجر. شنو هذا؟ والله ما ادري. والله من غير متفجرات فضيحه. سلمى. شوفني. ما سمعت سلطان. انت تتحمل غلطتك ما لي شغل. خلها بالمكتب. بيني وبينك على غير. خليني اطمن بس. شنو تطمن على شنو؟ والله اللي ما اكلها سلطان انا عادي. اي
ها 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 احسن النية من الأول احسنها. ها ها سموي قلبي. شباب انتم مرتاحين؟ ترى اشكالكم مسخرة. جايك حرب. هذه حرب قليلة أدب على فكرة. بنشوفك الحين إن شاء الله بنشوف. شنو بنشوف؟ سموي. لا لا أنا بروح أدفع فواتيري. فكني. ركز. إيشو؟ إيشو؟ يلا يلا في شيء بالي. هذا قام يبوس. لا لا يمكن تكون عادي كذي. لا حلو ثبت هذه ثبت هذه ثبت ثبتها. اه 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 لا لا طالعين شو اه 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 اشو اه اه اشو اه اشو اه تصدقون حبيت الضابط اشو اه اشو اه اشو اه ايقاع ما في اشو اه اشو اه فتح يا وردة. بعدين بعدين نضيف كلمة الحين بس بثبت لحن بس. اه يا من كنت احبه خاني وغاني المحبة يا شواقة. منو شواقة؟ منو شواقة حبيبي؟ مساجين انت ضابط محترم عيب؟ قاعد ترقص حمار هذا ولا ايش فيه هذا؟ ليش خلى والله مستانس والله حمار هذا طلع. لا كابتن يلا تعال طقني. يا والله حلو. انا غلطتي عاملتكم اخوي. بذمتك بذمتك كذي يا خوي كذي رخوي عزيز وين يا شواقه الحين يا شواقه الحين يا شواقه الحين الحين شواقه ان شاء الله ان شاء الله صراحه عزيز وين يا طويل العمر احنا ماكو حفرنا حفره من حفر حفره لاخيه وقع فيها. ليش ما تحكني فيها الكف هذه؟ عطني استعمل ادري منك عزيز وين؟ يا حضر الضابط يا حضر الضابط عزيز مريض مريض شوفه من سدح نايم صار له 4 أيام قال الدكتور اذا اي حد قرب منه راح يعاديه مرضه معدي ومميت 4 أيام مريض وما حد يقول لي انا شكو انا شنو هذا حمار ايش قال؟ لا 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 هدي هدي ايش قال؟ ايش قال؟ ايش قال؟ وانا والله يمه ايش فيك يمه؟ هو غلط علي بس خالت والله ما لنا شغل تقول شيء؟ خلاص ديدة شويش منو ديدة؟ خلاص يا يبا أنا ما لي شغل قال لحد وين؟ لحد قريب منه نايم كاهو وليش جاي انت هنا؟ لأنه مريض ليش مقرب يمه؟ ليش مقرب يمه؟ ليش واقفين انتم؟ شو أسوي؟ أنا شنو قدامكم؟ آه شنو قدامكم؟ ركز لما انطق خلاص خلاص لا يلا عاد قاعد تغشمر ايش فيك يلا لا تصيري اهل عاد يلا شواقه يعني والله خلاص بابا والله مسامحينك مو مسامحني بس والله خلاص كل ما تجي الزواره تبكين خلاص يا يبا والله والله شخصيتي مو كذي والله العظيم انت انت كفت بدينك علي انت 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 طقيت قلت لك شيء هذا شايلها ولا سالفتك توك رفستني قلت لك شيء لا انت خليتني اسوي هذه ما قلت لك شيء انا انت طقيت قلت لك شيء لا مو شخصيتي مو شخصيتي والعاده مسح فيه الارض اللي مديت علي انا غلطتي انت انت طقيتنا كلنا طقيتنا ما قلنا شيء مو قصدي عندي شويه مشاكل بالدوام وبالبيت وبالبيت وحطيت حرتي فيكم انتم جذابكم انتم جذابكم انا امسح فيكم الارض ليش
شنو؟ حيوانات انتو حيوانات؟ شلون؟ زين قول حق نفسك يا مو انا قاعد اكل بنفسي الحين ليش سويت كذي يعني؟ خلاص لا تاكل بنفسك والله مسامحينك ايش فيك؟ مو مسامحين يلا عاد خلاص كلها منهم كلها من اللي داخل تستجن والله ما اخليهم خلاص يا والله ما اخليهم يبا احنا مسامحينك انا مو مسامح نفسي انت بقاك سامح انا كنتك سامح لي هذا ايش فيه يبينا معاه ولا فضه شنو يبي؟ والله ما اخلي نفسي والله امسح بنفسي الارض والله ما اخلي انا اعلم نفسي انا اعلم نفسي شلون تعلم نفسك؟ مو شغلك انا بطريقة اعلم نفسي ايش فيك شنو عندك مشاكل انت؟ شنو انا يضغطون علي السجن احط حرمة المساجين؟ انا اخر عمري انزل نفسي المساجين؟ شوف الاشكال اللي انا قاعد اطقها هم عاجبينك تدري انا مرتين مقدم اجازة ما اعطوني جيت الدهر ثلاث مرات ايش فيك طالع؟ ايش فيك؟ قاعد احاول افهم والله قاعد اقول لك انا ثلاث مرات جيت انتحر ثلاث مرات إيه؟ شلون انتحرت؟ ايش في هذول بالثلاجة شربته ثلاث مرات ثلاث مرات هذا ينوم ما يسوي شيء حبيبي ايش دراني؟ اي واحد قريت مكتوب تحذير قلت يلا اي واحد شرب الاحمر وين تسلم؟ صيدلاني انت؟ هذا مال اربع سنين ليش شاربه حبيبي؟ ايش دراني؟ روح اسالهم ليش حاطينه بالثلاجة؟ يا يبا والله ما اسمح ما ساعد نفسي شنو ولا سامح حق نفسي شنو ولا سامح حق نفسي انا ثلاث مرات مقدم انت تدري انا اليوم معطيني اجازه داخل السجن شلون اجازه داخل تعال فهمني شلون انا المدير انا منو انا نفسك الحين شلون شلون اقدم اجازه يوافقني يقول امسك عنبر تسعه نعم بيتنا انتو بيتنا خلاص ترى منهار حده منهار هذا عندك شيء يا شرب انا بموت والله لا خلاص يا يبا عندك مشاكل شكله مشاكلك وايد انت مشان دوام ولا بنتي ولا زوجتي ولا هذا نوع يشكي عن زوجته ايش فيكم صاير شلون صاير مو متزوج بس ملك وما قدرت اكمل الباجي شنو ما اقدر اكمل الباجي شفت شلون محتار انت من غير ما احتريت قاعد اسال لا والله شو كنت تسال انت شو كنت تسالني انا خليني اقول اللي بقلبي انت شو كنت تسالني انت قاعد تشتكي يا اخوي انت قاعد تنسيني اصلا انت طايح من عينه من هذه صدق والله قال كمل شو بعدها وقفت ما قدرت اكمل الباجي الخطوات ليش وقفت ما اسالهم اسالهم ليش تسالني انا ان شاء الله اقول له بجز... انت خير انا منست عليك الحين زين عيانه أنا؟ إيه هذه أول خطوة أنا أكيد موافق ضابط أوكي الخطوة الثانية بعد الملكة شنو؟ الزواج عرس حلو أنا ما قدرت أكمل العرس لأنك كذاب لا مو قادر أطلع من الدوام أي واحد ياخذ إجازة من الدوام نقيب ضاري أمسك شلون نقيب نجمتين روح سهلة يا هذا ما فهمت لا أنا شنو تبي؟ روح سهلة انا ليش نقيب؟ ليش مو نقيب الحين؟ هذا شنو نجمتين؟ نجمتين ولا مسخبطين على هدومك ولا شنو هذا؟ عطني واحدة وواحدة بيحرني. اقول له ليش مو نقيب؟ يقول لي انا بوقت اللي لما يجي ببالي شيء انا اخذتها من وين هذه؟ من وين؟ منه فتحت شيء بمخي هذا هو يقوله فتحت شيء بمخي على الرتبة. انا فاهم ايش ابي انا. خالف اهدى خلاص ايش تبي الحين ايش تبي؟ راحت زوجتي قالت لي انا اذا كذي وضعك خليك بالدوام. شنو قلت انت هي؟ خليك بالدوام قلت لك خليك بالدوام اخر مكالمه شنو؟ خليك بالدوام بعدين بتسافرين صح؟ اسافر مع منو؟ مع صديق ربعي صديق إيه ليش؟ دراسه إيه؟ مو دراسه ولا تكذبين؟ لكن انا بنات مو دراسه؟ ايه قلت لها دراسه اوكي الله يوفقك على الاقل كورس كم شهر شنو التخصص؟ انت شكو؟ لا نبي نعرف شنو التخصص؟ شنو التخصص؟ انا قاعد اقول لك الحين ليش تسالني انت؟ خلاص قلت لها دراسه قالت لي لغه اول كورس استانست؟ لغة بعدين انا قايل لك لا تقول حق احد ما قلت له قلت له لغه ما قلت له جاذرنج للحين مرتك رايحه جاذرنج ها تخصص نادر تقول نادر الله يعطيك على قد نيتك بس فقلت له يبا روحي ليش تهز راسك انا ما ادري بشوف مرتك وين راحت لا اقول لك راحت لغه بعدين بتخصص قادر عندك صور لها شيء عندي فلاش شافك ايش يا حبيبي ايش شافك اسلم وين صاعد انزل شنو ها يضحك يبكي شوفك روح
روح روح باي وشوف. هذا شوي مجنون ولا شوي حاضر؟ حضر الضابط؟ كان زين ضابط. حضر الضابط ايش فيك؟ باخذ نفسك. صار في ديمانتي سخنت. يا يا ضابط حبيبي قولها بعد مره تكفى. يا حضر الضابط والله امنيتي. شنو؟ انا مو فاهم مو فاهم ايش قاعد يصير والله مو فاهم. انت مو ضابط؟ يابا مو ضابط. ها؟ مو ضابط؟ شنو عيل هاللبس هذا؟ اللبس كشافه. حبيبي شكله قاعد يقزرها هذا. مو هاين علي كم من سالفة. يا ضابط شوف صار فيكم. يعني اقول لك مو متزوج. متزوج ولا لا؟ ادعي لي تبقى. هذا شو هذا؟ يا حضر الضابط والتمارين اللي سويناها شلون على هذه بالذات احتمال انسجن فيها. شباب من الحابسين شرطية. امسك امسك البس 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 حتى اضغط الدقمة. اضغط الدقمة. شو هذا؟ لا شباب كثر انت حدك شكلك. والله كسرت قلبي. الغلول الغلول. حضرة الضابط هذه دافع عليها 100 شد فيتنا بالحق. حضرة الضابط. شد صفقون انتوا الناس. شلون علي هذا؟ والله اقوى منهم قاعد صفقون. وانا بقلب ظل مساكين. البوس. غلطتنا شدينا احنا صدقيني. يا سامحوني والله مو مسامحك. والله رقصت اماني ذاك يوم رقصت كذي. لا والله شوف ما رقصت انا ما رقصت خاوي. والله اللي بيطق يطق. اللي حاب يطق خليه يطق. فتحت شيء مخي ومشت. والله انا مضايق قسم على كثر ما ضحكت. سامحوني والله سامحني. ايوه تطلع دقه بعدين. تلقاني ببيت اهلي. شباب نقفل السجن. انا اللي حال قلبي انا اكثر واحد هوست بهذي. حبايب انا مغدر الكبت اللي فيكم مغدر. وانا عناد والله عناد بالسجن. انا بسوي لكم حفله صج. ما انا بحفله يا حبيبي اذلف. حبيبي انا اليوم اول يوم ماخذ اجازه سنه. اليوم اول يوم اداوم ومراهن عليكم ان امسح فيكم الارض وسوين. اوكي طال عمرك بعد يا ابو ربعك. شو السالفه الكاميرا
بس مراهن علينا شنو كنافه احنا تراهن علينا لا انا احتمال اتراقب بسبت هالسالفه يبا حقكم علي والله اسوي حفله جد اسوي لك حفله يلا على الاقل نرقص على شيء يسوى اوكي صدقني مره واحده بس يلا يا اجيب لكم سوسن اطردكم للجو ولا شيء بعدين اخذ راحتكم سوسن شنو هذا؟ سوسن ما تعرف سوسن؟ سوسن رقاصه زين والله والله ها انت ترى هي خجوله اول شيء بعدين تاخذ راحتها اعطها التمارين ها؟ تمارين علمها انت احسن مني الحين خلاص يا انا وين اودي وجهي انا؟ اخر مرحله انت الحين الحين مرحله الوحش انصحك تحول احداث صدقني يلا يلا حبايبي سوسن سوستي اخ اخ اجواء الاكشن هذه سوسو الله عاد سوسن وهالحركه بعد يا ذري نعم طال عمرك شنو هالحكي هذا؟ مو هذا اتفاقنا ايش فيك؟ هذا اللي انا قايل لك روح حق المساجين وشوف شنو يبون وشنو محتاجين عرفت ماكلين شاربين نايمين عرفت شنو يبون وسويت اللي يبونه هذا؟ سويت غرفه ابو ولا لا؟ ها؟ وين سوسن؟ هذا سوسن يبا هذا مخزن سوسن وين؟ سوسن سوسن وين؟ هذا يبا سوسن خاف داخل وين؟ تأكد بنفسك تأكد بس نادلي هذا أول واحد لا ما بي أنا أنت مو قلت في سوسن والله سوسن يبقى هذا عمارة سوسن يمكن مو روح روح شيء يلا سوسن أنا تحت نزلي فوق السطح وين تعال الغال اسمعي الغال شنو هالحكي هذا أي حكي شيل أغراضك أنت شايفهم شيلهم شيل أبو سيدك يا الغال لابس الجو جب شنو تهمتك وشنو مشكلتك وشنو ليش مسجون انا محكوم مؤبد مؤبد ايه مؤبد وقاعد هني وانا يبا ليش ما خلصك من الدنيا وشنغك الحين لا تكفى خلني روح منك يلا يلا اشو نهدني ولا ايش كبره راسك فوق جب انت جب فشلتنا قاعد لي فوق انا قاعد اطالعك بالكاميرا وقاعد تقول لي يا شواقه وتفرها هني هذا تمرين بس جيب البنغالي اللي هناك لا 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 يلا لا 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 تكفى لا تدخلني المعبد ايش تكفى تعال 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 هلا حبيبي هلا تعال سال هذه دفوف لا شنو هالسوالف اللي قاعد تسوونها؟ شنو طال عمرك؟ شنو تهمتك؟ شنو ليش مجنون؟ انا ارهابي. انت ارهابي؟ اي ارهابي. الله مالت عليك. ليش؟ اكو ارهابي قاعد لي يسوي. يبا هذا قال لي تمرين يا. هذا ارهابي؟ امشي فارج ذاك الصوب امشي. وانت شلون شرطي لابسن على الحمام انت؟ خليتوني؟ بغيت اصير مينون داخل بلبس البستار ما قدر. شنو هذا؟ لبست خالتك وجيت. مو محترم هذا هم بس تياب انا اوريك انت راسك فوق بس شنو امشي ولا شنو يعني جيب لي البعوضه اللي هناك تكفى لا يلا جيب الكرسي انت يا حمار ان شاء الله ان شاء الله كرسي بسرعه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذا الكرسي هذا وانا حطه تحت ولا فوق تكفى حطه فوق بغيت تحطه على النفره جيبه لي جيبه ها شوف شنو هذا طال عمرك بس يا بس تبيني اسنسن الحين بقحفيتك يا شنو هذا شنو بعد ليش هذا مسكين حرام عليك هذا مخالفه مسو فواتير انت اللي عادمهم ذاك اليوم 30 واحد شنو هذيل هذول يبا اللي مو رابط حزام واللي ضايف اشاره مو رابط حزام عادمه ايه وهذا عندنا الغالون صارم شو صار؟ منو أقوى رتبة فيكم انت صار لك ساعة تنطق؟ كم؟ أنا أعلى منه أنا راد بس طاحن التاج ظهر ما كلهم أكيد ما كلهم الحين هذا شو بتسوي فيه شلون تعدمه؟ هذا بدون إعدام هذا بنعالة عدمه ياه أوس
بس ثياب انا مسجون راسك تحت إيه انا مو قايل لك هذا ليش ساجن هني شنو اسوي عيل قاطع طريق وارهابي حرام عليك هذا طفل وديع روح مكتبي ياكل مخزن الوردي في ياكو قفص كاسكو ييبه حطه بقفص هذا حرام تقطه بالسجن هني الله يخليكم طلعوا في النساء لا يغرق طلعوا وين راح انت بعد شهر امك يا كلب شباب امي كلهم فطاير فطاير تبي فطاير ها روح يبلي روح لا روح انت حبيبي صلى الله حبيبي اطلع اطلع السجن ضيق السجن 4x4 انت 6x5 اطلع هنقل اخ لو ايدي صيدك بس كان يمك حبيبي كان يمك انت تعال نعم روح يب جيس في اكل يمك تبي روح يبه خليه ياكلون يلا بيش الاحمر وين انا وين القاها يا يبا انت ليش توكلنا كل يوم بنفس الحزه وتنوم يبا باكر عندكم تصوير الصبح لازم تاكلون وتنامون مبكر اعملوا تصوير تصوير مع كلاب الكليه ليش يلا ضايع كلب وانا شاك بهذا يلا يلا شباب ايدينكم على خصركم ادلف ايدي على خصري وهذا وراي هكيل يا الغالي ظهر نجمتك طايحه يبا يبا لي يبا لي شباب سمعت الروش الجديد هذا اليوم يجيب لي المكتب وانا اسوي له هناك قرفة تعذيب اوديه شنو هذا مو سيدي ولا كاسيت انت ولا شو بس فيها ادبهم عيل انا داخل بروح اتعشى ذابح لي 30 خروف وياي يلا بروح ياكلهم بس فيها كلت من انطقيت اكثر منه انت اذلف حبيبي اللي شفته هذا كله متفق عليه شنو اللي متفق عليه كنت اشوف مكانتنا عندكم بس انتم ما فيكم خير شنو اللي ما فينا خير حبيبي حلو 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 وقف وقف ولي. ياه شو السالفة كل يوم تطفي الكهرباء روح شوف سوسن يكون كل الكيبل ياه حبيبي هذه شفرة بيني وبين سوسن مو الحين لا بارك الله فيك مو الحين اسمع ما اشوف شيء اسمع مو شرط تشوف اسمع ها انا بطلع الحين وبرد بعد نص ساعة اذا ما لقيت عزيز حافظ التمارين بمسح فيكم الارض كلكم زين يا يبا امش فكنا يلا روح فوق ياه بس وقف 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 حلو الوقف هذا حلو شنو انت مخرج شنو انت الحين انت ليش رادد شنو يعني راس فوق ماشي يا بيبي بعد نص ساعة وبشوف سوسن هذا عزيز قاعد يتحرك عزيز عد عزيز صار لنا ساعة قاعد ننطق علشانك واخر شيء راجع نايم شو مطلعك من الحفرة انت عزيز قوم الناس تحفر قوم كلهم قوم خلوه يا شباب انا حاكي خلوه عزيز قوم خلصنا شنو هذا قوم عزيز سويتها وتحولت منو عزيز انت منو انا بنيه تعال بنيه ولا 20 سنه مسجون انا وقر لا تقرب عيب بنيه يعني شنو بنيه يعني شنو يعني بنيه ما اعرف مسجون ولدت هني انا وانا سجينه بعد احنا عندنا بنات مساجين ايه توين عنوانكم احنا عم برا ها انا شيابي عندكم اصلا هذا سجن ريايل امبيه ريايل ايه؟ حسرة قلبي شنو ما ادري شيابني عندكم اصلا انا شلون جيتي الله يسلمك لحظه انت مو ضابط لا يبا هذا وي ضابط اخاف ضابط متنكر لا يبا تو قال عن التمساح قال عن التمساح قبل شوي لا والله انزين انا اقول لك الله يسلمك انا حفرت علشان ابي انحاش حفرتي ودفنتي بيضش تراب قدامك طلع لا ما شفت حصان طلع لك اي شفت حصان انا حفرة عزيز صاحبنا هذا إيه انا جيت منحاش بس النبي ضميري ورجعت عشان ربعاتي منو؟ انت عزيز متنكر ولا شنو؟ لا سوالف عزيز هذه اي انا النبي ضميري عشان رفيجاتي ربعاتي انا رفيجاتي اي اربعة احنا اربعة والله خليني اشوف لك حل يا معود انا هالسجن هذا فيه ذياب ورب الكعبة انك عدو نقعدوا ياكلوني انا مو انت والله ياكلوننا والله ياكل خلني اشوف لك حل خلني اشوف لك يعني وحوش هذول ولا شنو صدق انت شوف اي حل فكري ما ادري شو افكر والله شنو سمعي ما في الا حل واحد لما يقعدوا من النوم يسالونك انت مين قولي لهم انا حبيب السلطان اوكي نعم ركزت ولا لا لا عيوني لا حبيبي لا شنو حبيبي سلطان لا 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 عيب انا بتحموله طع هذا ايش بتحموله مسجونه شلون ظروف
حبيبتي تبين حبيبي ولا ما تبين؟ حبيبتي تبين حبيبي ولا يعني دشيت بالمود انا خلاص يعني اشتعود على بعض وهذا ايش فيك؟ يعني ما في غير هالحل؟ ما في غير هالحل اخر شيء يعني؟ اي لعبي لي عاد حبيبتي حبيبي سلطان اسمك سلطان؟ اسمي سلطان يعني ما تعرفيني ميو لعبي لي حبيبي سلطان اوكي خلاص انا بك يا حبيبي سلطان سلام عليك الحين بروح اقعدهم اي شيء مشكله الضابط على طول شو تقولين حبيبي سلطان بس انا رايح ها ايه؟ يلا حبيبي سلطان هلا بعد عمري هلا قاعد اجرب لا انا رايح ها روح حبيبي سلطان هلا يبا هلا تبين شيء سريع لا بس قاعد اشوف سريع سريع تبين شيء لا لا سلام تمام هلا يا روحي ناديتيني هلا ظهرانة خفيف يمكن ولا شلون اقعدهم يا سامي قوم هذا وين وجهه وين ريله قوم سامي سامي قوم اسمع في مصيبة كبيرة صاير عزيز رجع وينه قهوة يا كلب سبحت ها؟ لا لا أنا 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 بنية أنت فاهم غلط بنية بالسجن بنية ضابط ضابط لا يسمع الضابط بنية بنية بالسجن بنية أوه شنو هذا رفيجك عرفت 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 يا ربي عرفت تعرف من وراي يوتيوب اللي يطلع من يوتيوب اللي يقول دبتو كسيتو هذا انت تطلع من يوتيوب لا عرفت عرفت دبتو كسيتو يا سلطان هلا سلطان يبا هذا تمريني لا حد يقوله قصروا حسكم هذا نقعد مصيبة قصر إيه قصر عليه هذا شلون يا معود شلون زعف خلي سوي شوية بس هلا شلون تكفى سوي له توني تعرف عليه شنو توني تعرف عليه حبيبي 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 أنا ما مكان فيه بنات ما نقعد فيه يلا من الناس تعال وين بتروح يلا سجل سجل هاي هاي ولك ستاري حفر حفرة انحاش انحاش حنيلك شلون طلع لما اغراضك لما اغراضك اي اغراض ما عندي اغراض شباب داقين على الريسبشن ها والله مو داقين ما عندنا يلا زين ولا بنات بنات تعال اسمع اقعد اسمعنا الضابط فيك تكفى زي هذا رفيجك ما يسوي شيء هذا مثل اختك عادي لا تعالي المصيبه بهذا المصيبه ولا مبارك بارك 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 دبا دبا سيت ها 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 شلون واحد ما ينام يعني بهالسجن ولا شلون قوم اي نوم عندي مصيبة كبيرة انا ايش فيك؟ ايش عندك؟ يا تافل بوجهك سامي يا طق اطراق ايش عندكم؟ اكبر اكبر من هالمصيبة يعني بتقولي ان عندنا بنت بالسجن مثلا؟ انت ايش دراك؟ قاري النص سلطان ها فكني ايش تبي؟ اقول لك صج عندنا بنت بالسجن قوم حبيبي صار لي 14 سنة مو شايف بنت مو شايف الا انت تدري لو اقوم وما القى بنت ايش بسوي فيك؟ شو انا في بنت يا معود؟ قوم في بنت في بنت يا صليل الصواري در 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 حبيبي زومبي ما اموت فكني يا وكن ديد ما يبلوشي ما يبلوشي شنو العائله كلها صواريخ شلون ولك والله مثلت عشانهم اختش مرام ابيها من ايام دلع بنات اختها قديم اتغير علي هلا يبا واسال وجهي واقول لك ما احبك وانا بموت فيك الله يا كل الحياه يا بعد عمري ما غدي عليك ترى كل هذا يا روحي دلع بنات حيوان ترقص احلى من مرام غنت للمسلمين
اخ يا بعد تبي اغني بعد؟ لا قوه هلا شلونك؟ شو اخبارك؟ لا ما اسلم سامحيني. اسفه اسفه انا لم يضحك. هلا 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 بالحلوه. شلونك؟ هلا والله. شو اسم الحلوه؟ انا انا اسمي عبير. اي من الريح مبين يبا من الريح اكيد اسمك تبن انت. يا بعد عمري. اي انا اسمي مبارك. صدق؟ مبارك. اي مبارك. اسمك مبارك؟ اي واي مبروك. اسمي طلع بالسحب ولا شنو؟ ايش فيك؟ مو يعني اسمي مبارك. اي اي عشان ايه. سامي مبارك. يا بعد عمري. الحلوه كم عمرها؟ ها؟ كم عمرك؟ ما اسمع. عمرك عمرك كم عمرك؟ عمري لا لازم يعني ما عادي يعني حتى لو تقصين علي ترى عادي انا لا انا مشكلتي ما احب اكذب صدق قولي الصدق اي بقول لك الصدق خلاص انا عمري 47 47 وهالكثر صاروخ كم عمرك انت 23 تف عليك على عمرك الله يلوع كبدك بلا كم عمرك انت 43 مو مقاس جوتيك كم عمرك انا 24 تف عليك وعلى عمرك الله يلوع كبدك انت كم عمرك 30 عليك وعلى شكلك واحد واطي دخل رد كل ما قطعت ردوني حقود حقودي اكثر منك منو هو اي متزوجه ها متزوجه ولا لان يهمني الموضوع متزوجه ولا يعني شنو بتتزوجي؟ لا يعني اسالك بس اي انا عشان اعرف تندق وهذا اي يقطع بيت الخبره متزوجه ولا مو لا لحظه الحين بقول لك الله يسلمك انا الى بحرينيه هذه صدق والله بحرينيه لا كويتيه والله متزوجه انت اي ولا اي احيانا ولا شنو احيانا ما في احيانا بالزواج ما ادري عنها انا بفهم الحين بقول زين انت وايد يعني الله يسلمك انا اي راحت علينا البنيه هذه البنيه تخصني انا بروحي يا ما شفتها البنية حتى قالت لي حبيبي سلطان انا ما ضغطت عليها اويها 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 تراث 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 يا يما يا يما لان علاقتي مو زينه بابوي يا يما يا يما انا 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 ذي باكلكم انا اول واحد قطيت عليها تنك تك 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 بدلاق اسود بطل الباب ايوه شفته تعجبني طلع اللي معاك حبيبي طلع اللي معاك هاي اللي معي طلع خلص يا بعد عمري والله يعني موديل ولا شنو انت سمعوني عدل ايه سمعوني زين انت وياه
اني قرب منكم يمي يا ويله، ترى بلغ عليكم الشرطه عاد. واي شرطه، واي شرطه هذا، واي امي امي امي، واي واي شو بسوي شو بسوين؟ ببلغ الشرطه. لا خاف يسجنونا. واي 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 واي. بس بنات 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 بس، يلا كل واحدة غرفتها، عندنا ضيوف. بنات ولا صبيان هذول؟ بنات الصغار. لا انت هبلة، مساجين احنا نخاف من الشرطة ليش؟ يعني حضرتكم مو خايفين؟ لا مو خايفين. انتوا تدرون انا شو مساوية؟ شو مساوية؟ تدرون شو مهببة؟ ليش داشة السجن اساسا؟ ليش؟ ذابحة ريلي بسكينة مقراضة. بسكينة مقراضة؟ اكيد ريلي صفر. يا حمارة يا يا حمارة. بس بنات الضيفة احترت، الضيفة شنو هذا؟ غلط يعني مو خايفين؟ لا مو خايفين، شنو سجلت مقراضة؟ ايه شنو يعني؟ حبيبتي إذا أنت ذابحة واحد، أنا ذابح عشرة ومفجر نفسي أربع مرات. والله لا تسوي لي هذه، تعال تعال. أنت ذابح ومفجر؟ ايه. شلون مفجر؟ عمليات إرهابية من الهند للسند مسويها. عمليات تفجير؟ ايه. أبي عملية واحدة. الزايدة. شنو الزايدة؟ هني عورني قال شيله ومو زين. حبيبي ابي عمليات تفجير. اي لما كنت بامريكا والدول المتقدمة. حلو امريكا نعرفها. ايوه يم سور الصين العظيم الامريكي. سوق الصين بالصين يا حبيبي. سوق الصين بدبي، سور الصين. هذا ما يدل ما يدل. المهم دشيت مجمع التجارية الامريكي. ايه تجارية بالكويت هذا. حبيبي مجمع التجارية الامريكي. ما في امريكا تجارية. صوب حديقة الشهيد الامريكية الجديدة. يبا بالديرة هذه. وين ديسكفري الامريكي الجديد؟ شارع وزارة الاعلام الامريكية هذا. حبيبي بشارك بالديرة هذا ما يدل شكله ولا مرة راح امريكا. إيه المهم دشيت المجمع طرباخ، فجرت نفسي كان يمسكوني الامن، قالوا ممنوع هنا. ممنوع تفجير، ممنوع تدخين. ايوه. ما هذا الهراء؟ شنو هالشذب هذا؟ ابالك براس ندين صح؟ ليش؟ يعني انت حضرتك فجرت المجمع والناس ماتوا وانت حضرتك للحين عايش؟ نعم إرادة الله اعترضي. لا اللهم لا اعتراض. اي عبالي بعد. هذا كذاب، تبيني اصيده لك؟ صيده. تعال حبيبي. ها امريكا كم قطعه؟ صادك، يلا فتش نفسك يلا. شنو السؤال؟ امريكا كم قطعه؟ قطعتين مثل غيروان. ها شكو غيروان؟ امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، قول لا. صح يعرف. الحين تأكدت ان الام قالك ممنوع التفجير. ما شاء الله عليك، يعني انا حسيت ان انت انسان يعني ما شاء الله. تعالي. اي يا قطوه. وين ما هم يا قطوه؟ ما يقولون يا قطوه الحين. والله بس انت اللي تقول قطوه. تعالي هنا سمعي. نعم. انت بحمايتي ها؟ انت مثل بنتي. قال لي من قبل بنتي. اي وصار. شنو؟ خلاص انا كلمه، انا كلمه. انت عجبتك البنت؟ ايه؟ تبيها؟ ايه؟ يلا ورني اذا يوم ضابط شو بتسوي معاها. يلا ورني. لا لا تعالوا تعالوا. ايه وين رايح؟ يا مبارك هلا. ايه انت انسان طيب. ها. اه الله يخليك ساعدني. اختك مرام؟ ايه؟ مطربه؟ ايه؟ الغنى حرام، ما اقدر اسوي لك شيء. قوم فيني. انت 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 ساعدني. بطاقتك معك؟ ايه. كامله 21؟ من زمان. لا تخافي من التفتيش. اي تفتيش؟ حبيبي سلطان؟ شفت شلون الدنيا دوارة؟ ساعدني؟ الحين حبيبي سلطان؟ اي حبيبي اساعدك. ايه؟ بس اي شيء اطلبه منك ساعديني. لا سمعيني عدل، سمعي هذا فراش عزيز صاحبنا، روحي انخشي وسوي نفسك عزيز، اوكي؟ ان شاء الله. لا تكلمين الضابط. انزين سلطان شلونه؟ تمام الحمد لله بخير. لا مو تمام؟ شلونه طويل طويل؟ ضابط اسمع خلنا نختفي خلنا نختفي. شنو؟ ثابت فيها؟ بس حلو. حلو ارجع. حلو فتحت شيء بمخي. شنو وين عزيز؟ عزيز عزيز غط قذلتك هاي. عزيز وين؟ عزيز غط غط عزيز عزيز وين؟ يا عزيز الروح يا بعد عيني شنو ذنبي وياك ما تحاكي يومي لك يومين يا سمر ما تحاجيني سويتني ويا الله مش بدي
بس ثلاثة كافي تكفى. خشوني 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 خشوني. قالت لك ما بعيال ما بعيال. في ريحة هني. حوالينك الريحة؟ اي واضحة بعد. شنو واضح؟ تعال طق 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 طق. اي 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 احب شنقول يا ريحة؟ ايش اقول له يا نني هذا؟ ولا يانا يانا جماعة قاعد يخزني ويضحك. شو اسوي اخذ الرنب؟ شنو يعني؟ يا عزيز الروح دنك تك دنك دنك تك دنك. شباب رايح اضحي بالحرب ها؟ يلا روح روح دنك تك دنك دنك تك دنك تك دنك دنك تك دنك تك 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 تك. هذا انا اللي ابيك صاحبك اليوم لك دنك تك دنك دنك تك دنك دنك تك دنك دنك تك دنك دنك تك 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 برد قلبي يا سلطان مش خاشين عني يبيع برد يبيع برد مش خاشين عني مش خاشين عني أخ منك شنو خاشين شيء أي خاشين هي شفي جسد مفجع يا شباب دين 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 دق 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 الله اخ خاشين 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 سجاير غيره هم خاشين سجاير غيره هم خاشين سجاير قصقته هم سجاير والله الغا تستبخ اصفق رجعت امري مرقت بالنص شنو شلون يا بروك يا مملوك اه دق 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 اه دق 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 تك 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 دعوه واحد الضابط مقط دق 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 خاشين هذا اهبل كل شيء خاشين
ها كنت ها اهدى 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 دينغ 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 زماني يا زماني الله زماني ايه قطني عليك عشان اشوف ايش عندك يا افضل دنقرك دق 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 شندك عندي كنت كنت ها كنت شنو اهدى اهدى شنو كنت كنت ها شنو دنق دق 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 كتيبات كتيبات اشتريتي شلون كتيبات والله كتيبات قلت بس فوق ديو ارفع رجلك طش على الماي اي بنت بنت انت 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 بالقلب يا حضره الضابط انت انت يا شواقه انت انت يلا روح منك انت كتك دق كتك دق كتك دق يا غريب اللون يا فتان يا فتان منك انت 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 منك انت بعد شوي انا الحين بدفع فواتيرك حلو رقصت شوي دفع فواتيري الحمد لله بس حلو الصمت ايوه يا عزيز الروح دنك تك دنك بس بس فوق عزيز يا عزيز الروح دنك تك دنك 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 فوق فوق لا تحرك يا ام دنك 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 تك دنك اليوم لك ايوه ايوه تدفع عادي تك 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 مسعيد يدك على خصرك برافو لا لا ما يصير ما يقدر ما لا بس مريض 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 نزايد لا لا يهوس على روحه الورش الثاني الورش الثاني الورش الثاني اكزيما زين بس اقول له هذا يا خلاص 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 حلو 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 مريض 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 الحين ابي تمرين اعطني 20 ثانيه في شيء ببالي في شيء ببالي يلا لا لا عاد هذا كنا انا وياك كمل في شيء ببالي انت عطني بيز ها خل اسمع البيز يلا عطى البيز حلو الانترو حلو ايه كمل سعيد خليك مع ايدي مع ايدي سعيد فتح شيء بمخي كمل كمل لا ما شفت منه هذه لا 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 مريض مريض والله مريض والله مريض والله مريض بس اخر واحد اخر واحد كمل ها 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 مش عيب ها 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 ماشي اثبت يا سرير اثبت سرير انت ما طفيت البيز بس فيه بس فوق بس تحت 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 يا واحد ها ها لا 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 نص ساعة رايح المكتب وراد اذا ما سويتوا الحركة بمسح فيكم الارض ان شاء الله وانتم في رادي بعد ساعة زين ان شاء الله ان شاء الله كمل البيز ها 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 سو شن ها ها انا ربي سوشن يلا نحاشوا يلا نحاشوا على الحفره بسرعه شباب الحفره انا والله بسرعه بسرعه شيك عليه يلا اطلع بسرعه وينك وينك دش الحفره دش 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 دشيت دشيت ويعاه
اي والله ابي شمسيه وتان على جزر. عايز تان؟ تان؟ اي تان يا متان في قديم الزمان. انت بتتمالس عليا، نزل رجلك دي. يلا نزل رجلك واتكلم عدل. ايش تبين يا جاي الجنينه هنا يا اخويا؟ جنينه؟ شيل النضاره عشان انا اشوف عينيك الدبالي. خلنا البسها. ايه ده؟ ويهج. شيل النضاره. شنت شادي اشقر. انت بصيت في المرايه ولا ايه؟ بصيت. ها؟ بقالي ساعه بتحايل عليك واقول لك ايه اللي جابك عندنا؟ ايه اللي جابك عندنا؟ من بعد غيبة كام سنة أجيب لك موز؟ أنت تعمل لي فيها نيلي وسريال، ما تتكلم عادل. يا بابا إيش تبيني أقول لك أنا؟ إيه اللي جابك هنا وفين عبير صاحبتنا؟ فين؟ ولا تعال انزل المستوى مرة ثانية. مستوى إيه؟ يا بابا أنا بنحاش من السجن ولا كنت ولا في حفرة تم طحطحتني. وأنا طلعت قدام ولا كان في مبنى مربع طلعت ولا وراي شاذي. قصدي وراي حصان، كان أتحول صاروخ جراندايزر. وبعدين انا العبالي. ايه ده؟ انا العبالي انا. اقسم بالله جمله ما فهمتش. طلعت كذي ولا في منظره قدامي؟ طلعت وراي ولا وراي حصان بس توه مولود صغير. انت بتلعب باليه؟ بلعب باليه. مش باين عليك ليه؟ هو ما يبين لما اقامز كذي. اقامز؟ انجز! ايه ده؟ يقولين انجز. بتعمل انجز يعني اخلص بسرعه بص. ما عندي شيء. انا بقالي ساعه بتكلم ببقي بعد كده هتشوف حاجه وحشه مش هتعجبك هغزك. نعم هغزك. حرام عليكم. ليش مش خايف؟ اكيد بخاف. شو ما اخاف؟ مش باين عليك انت خايف. انا خايف. انا خايف من داخل بس من برا دايما وجهي بشوش. يا حلوك. طب يلا يلا قول لي فين عبير صاحبتنا؟ يا بابا ما اعرف واحده اسمها عبير. ما اعرف واحده يا بنت الحلال. انا قلت طمطح بنحاش بالحفره طمطح تعطيني طمطح. دي شتيمه وانا شاكه فيك وهعورك. عارف يعني ايه هعورك؟ تغزيني وبتعوريني وبتذبحيني. ايش تبين مني انت؟ بالراحه يا حاج. انا اسفه يا سيدي بالراحه كده. انت مثلا ناسي؟ لا نجوى كرم. عامل معاه ايه ده؟ قول يا بابا. انا ما اعرف الموضوع هذا. لا اعرف اتكلم ولا اعرف اقول ولا اقول الكلام ولا شيء. انا تحشى اسولف. يا الله بابا شو اسولف؟ انا ما عندي شيء اقوله. انا يبقى اللي قلت لك اياه تمطح. انا بنحاش انا ولا في حفره طحتني عندكم طالعت ولا قاعد بالحديقه. الظاهر ان انا مش ماليه عينك. عموما تمام تعملي فيها هحبل بس قشطه قشطه. علاجك عندي قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ على وضعك. بنات الحقوني في واحد هنا عامل لي فيها استيوبت. شوفي شوفي. شوفي يخرب بيتك يخرب بيتك. الواحد ما بيعرف ينام هالسجين. شو اشبك؟ شو؟ نعم عم بحكي معك ما فهمني؟ انت شو جايبك لعنا؟ انا تمطح طحتني هذا اللي عرفه. ما اعرف شيء انا. كمان تمطح؟ صار لي ساعة نايمة هونيك عم بسمعك بتقول تمطح تمطح. شو تمطح هيدي؟ انا كنت ابي انحاش بنحاش من السجن. طيب خليني افهمك. انا مستواي عالي. خليني انزل مستواكم. انا في حفرة. ايه؟ كان معي ملعقة قاعد احفر فيها. ايه؟ بخطر ولا في فتحة بطلع من الفتحة ولا في حفرة طمطح وطحتيني هذا اللي عارفه. لا والله. والله وصلنا ساعة عم تحكيك بالادب وما عم تفهم وعم تحكيك بالذوق وما عم تفهم وقللت معك ذوق وكمان ما عم تفهم. انت كيف تفهم؟ كيف بتفهم؟ ها؟ ما بتنح بوجهي. ايه شو 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 بدك تحكي معي؟ بتعرف لو ما رفقتنا عبير طلعت من هون؟ والله مليت مليت. كل سنة كل سنة مثل يا خالد عجير بطع الفرق. ما عليه مع أن أكون موجود اليوم سامحني. ما عليه والله فرق. بتعرف لو ما رفقتنا عبير طلعت من هون؟ ايه. بتعرف شو كنت عملت فيك؟ بتسوون فيني يعني؟ لك تشرشحتك. قويها لك تنطفت. لا 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 لك تفرجيت عليك اللي بيسوي واللي ما بيسوي.
نسوى. صدقين على هالقصة هذه ولفت الشعر ذكرتيني بذبان الغزو. مش بكفي جاي مكان مش مكانك وعم تتمسخر علي. يا بابا بس بس بس. قول يا. قول يا. قول يا. قول يا. صدى صوت ولا ايه؟ صدى صوت يا ولا ايه؟ قول يا صبي. يا بابا حرام عليكم بس. حرام عليكم انا الحين المفروض تستغلوني. تستفيدون مني باي شيء. حرام ليش تعذبوني كذا وكذا يا تريلا؟ لحظة لحظة لحظة. شو بدنا نستفيد منك؟ خططي. أعلمكم شلون تنحشوا من السجن، مو تعذبوني يا بنت الواحدة تعذبني وتربطني. صح. يا الله علي. لا معلي ما تبكي. رو هدي هدي خليني أتفهم معك. أنت مين عامل فيك هيك؟ هذه البقرة. وليه بقرة اللي هيك عاملة بالرجال؟ واحد غريب يا أختي دخل علينا عمل له إيه رز بلبن؟ ما أنت قلتي يا رجال غريب وفيت علينا خليكي معه حنون شوي. قلتلك الحنية يا أم الفتوش. فتوش؟ ما عليه. طب اسمعني. أنا رح فك إيديك لأنه أنت كسرت خاطري. بس بشرط واحد. بتحترم نفسك وبتقعد هون ورح نعتبرك مثل أختنا. أحترم نفسي؟ إيه. مش معود؟ لا بس أنا ماني ضامن نفسي. بس ما هيك ببطل فك ايديك انا. خليك قاعد مربوط. مربوط؟ ايه. فكيه. عن جد بتكسر الخاطر. حرقت قلبي. اسمع. رح جربك انا وفك ايديك. ونشوف شو بده يصير يلا. يخرب بيتك ولا شو عم تعمل؟ قميصي كله ماي بشر ذبحني انا على اماج بالحفره احفق قفي معي وراي حصان. ايه متليت تيابك ماي. ايه بعلقها هني بشر عشان تشبه. انا اسف فهمتك غلط. سبحان الله. تع. ايه. طب ما تبكي خليك رجال قوي. اسمع. ايه. كلام بيني وبينك وما حدا رح يسمعنا ابدا. ايه كلش. انت شو جايبك لعنا؟ ايه؟ وين رفقتنا عبير؟ يا بابا وانا مارق مريت جنب ابواب البيت بعرفها. ولا في لي حفره هون تمطح تحت هون هاللي بعرفه بس هذا اللي بعرفه. ولما تمطح وقعت عنا هون ما عارف حالك وين وقعت. اكيد يا 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 عياده اسنان يا عياده تجميل او صالون. لا يا حبيبي. لا هيدي ولا هيديك. انت جاي هون على سجن النسوان يا دليل. شو بتحكي؟ شو يا دلي؟ شنو سجن النسوان؟ هذا سجن النسوان؟ يعني صدمتك انا ما عارف كل هيدا وما عارف؟ اول مره ادش سجن. على اساس انك وين كنت يعني؟ سجن الرجال. يعني كمان سجن عم تستهبل؟ سجن نفس السجن. انتوا احنا لما نسجن ما نطلع، انتوا تنسجنون تطلعون؟ لا ما بنطلع طبعا قاعدين، بس ما بعرف كيف طلعت انت. انا تمطح. وحياة الله فهمت التمطح تبعتك هيدي. وانا خيل اطق. شفت الخيل ما يمشي قد ابطق على الخيل عشان يركض بسرعه. وين الخيل هيدا؟ راح طار يمكن تبخرت. انت كذاب واضح على شكلك، على شكلك انك كذاب. صح. اسمع بتشوف لك شي زاوية. عارف نفسك بتشوف لك شي زاوية تقعد فيها. ويا ريت ثم يا ريت انه انا اسمع صوتك فاهم. يلا وين اروح؟ شوف لك شي زاوية اقعد فيها. في جبن مثلث. يا بوي ليش تأخرت؟ ردي الزيارة. يلا سرعة طلع طلع. شنو بتاخذين قميصي؟ قميصي ما معطي حق احد. انا في ماي بعلقني خاف تبقونه. نو بليز طلع وجبات الدايت. يا بابا اي وجبات دايت؟ ما عندنا وجبات دايت. انا تمطحت هني. مو انت دليفري مان؟ لا ماني باتمان. واتس يور نيم؟ شو اقول لها؟ فري. اقول لها ابراهيم همه حلو.
اقول لها خالد، بدي اقول خالد عندك سكسوكه بيضة. اسمي راشد. عاشت الاسامي، بس حسافه كان بخاطري واحد اسمه عزيز. لا لا انا اسمي عزيز. عاشت الاسامي يا عزيز. شكرا. What's your jeans؟ ممنوع الجينز هني، احنا ما نلبس جينز. معطيني هذا شوي كني حمار وحشي جديد. لا عزيز جينز اي مين اي بي بلس او. او يس يعني دم قصدي؟ يس yes. دم. قولي ده. انا دمي دم هذا باذون كبار الاملح. يخرب بيته واصل سعره 350 دينار على شنو؟ اي دونت نو عزيز. المهم انا بسالك سؤال ولو سمحت جاوب كل صراحه. ما تكذب؟ نو يلا احاول. اوكي عزيز اوصف لي فارسة احلامك. سبحان الله ما ادري شدي اسمع صوت ناس تضحك ما ادري ليش. فارسة احلامي تكون شبهي عشان ما حد يغازلها. اوكي عزيز الحين انا راح اقول قصتي، قصتي انا جدا اليمه لازم تسمعها. اي ما عندي شغل انا كلي لكم اليوم. ثانك يو عزيز ثانك يو. عزيز انا 3 تايمز بيفور كنت مسجونه بالستيتس. ان شاء الله دوم يا رب. 3 ديمز تايمز تايمز yes. يعني وقت يس yes. ان شاء الله ما تطلعين. ثانك يو عزيز. عزيز هنا كانوا يعاملوني غير، كان عندي فاميلي داي وعندي ووكن بيتس داي. انت عندك فاميلي داي؟ انا يس yes. اي الحمد لله عندي 3 فاميلي دايز. اوكي عندي صبيان اثنين وشاذيه. او ماي جاد ليش شاذيه؟ الحاله تقوم من الصبح والله يعني 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 من هذول البنات اللي يعني عمرهم يلا على ابو شكلك. او ما تقوم الصبح بنتي بابا بابا ايش تبين؟ بابا ابراهيم بابا ابراهيم. انت عزيز ولا ابراهيم؟ بالليل ابراهيم الصبح. اوكي بابا عزيز. اي والله عزيز لا تضحكي جيكارا ترى. ثانك يو. بابا ايش تبين؟ بروح الدامعة يعني بروح الجامعة. أول ما تقوم الصبح يعني تمر علي مرور الكرام كذي الشعر واقف كذي كنا سدرة. أوكي عاش تسوي تجيب الاستشوار وش سوي شعرها يصير كذي ش يوقف كذي بس تمر يمي أنا عندي بخاخ مال أوتي شو تقدر شعره يسوي للي قطط يوقف كذي بس هذه. Is this your daughter? Daughter? Yes. يعني وشو؟ Daughter. كلب. No, عزيز daughter يعني بنتك. لا مو بنتك هي. Okay. عزيز أنا جدا مثقفة، درست وايد لغات. I speak English. Je parle français. Hablo español. ما شاء الله كل هذا بالإنجليزي. عزيز هذه لغات. لغات. قولي لغات. أنت شنو دارس؟ والله العظيم والله العظيم انا مشكلتي اني انا دارس هندسه بيولوجيه علوم هندسه بيولوجيه. المشكله لو بفهمكم ما تفهمون. اي دونت نو. احنا عندنا مدرستين. اوكي عندنا مدرسه جبال الشعب بحولي. اوكي على الشارع والفرع الثاني بشرق. واو اي وين المرور حق السيارات؟ هني اكو مطعم هندي اكو مدرسه لونها طوفتها زرقاء. طوفتها زرقاء. المدرس وين طالع؟ بس طالع كذي تمشي ما يحاكيك يخاف يحاكيك. جود جود عزيز شنو درست هناك؟ انا درست دهانات نجاره اثاث لحيم. واو عزيز انت نجار. اي انا شلون يجيكم عيال؟ شلون؟ انا وانا احفر انا احفر كنت في القفشه. يمين سبون يعني معلقه 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 معلقه. خرب بيتك والله سبحان الله صدق لما قالوا شو اسمه ما انا كل شيء يطيح عليك ما نعرف شنو اقول. كونتينيو عزيز كونتينيو حبيبي كونتينيو مال برشلونه البرازيلي اللي سواها ما شاء الله كل ما اشوف كونتينيو اشوف نفسي. يعني كمل عزيز كونتينيو. اي عاد هذاك كريستيانو برد ما ادري يسمونه راح شوف الحين مع الفريق الثاني يخرب بيته ولا شيء نجم قاعد بس طالع الكره حاطي له سبعه وكذي سبعه عبالي سبع بردات ياكل. واو اي دونت نو مو مشكله كمل. اي المهم زين وليني هواء بارد. اير كونديشن يعني اي سي مروحه حبيبي يا رب مروحه فيهم لاعبين ان شاء الله. كل واحد شغل له مروحه وتمر اصابعك ويا راسك كذي كله يتقطعون. وبعدين عزيز سويت؟ وبعدين وليني هواء حار. او ماي جاد يو فيل هوت شوام طاز طاز بوجهك
يخرب بيته شو حقيت تتكلمي انت من حاشاك هرجع لك هترجعي لي اصبر مش هتلاقيني اصبر بعدين عزيز كمل بعدين ولا يطلع لي طريقين واحد كذا وواحد كذا اختار يمين يسار يمين يسار قلت خلينا نمشي بالنص اخر شيء طلعت عند الشواذي تويز يا عزيز تويز اي تويز يعني مفرقين يا عزيز مفرقين سكتين يا رب سكتين في قطارين واحد يدعمش يطقش مني والثاني يشوت فيك مو مشكلة عزيز مو المهم عزيز انت نورت العنب ويلكم عزيز ويلكم وش اسوي بعد ويلكم عزيز ويلكم بليز ماي فريند بليز اي لاف يو استني تعال تعال سمعني ولا الطراص تعال ما شريت من البقالة موز عشان اعطيك تعال يا سكر هتيجي ولا اجيبك بطريقتي وتزعل يقولي تعال قريب تعال تعال بقول لك ايه في مثل بيقول لك الكبير لو احترم سنه ما كانش صغير اقل منه زين بالله ما عندي اسنان ما احترم يعني هتقول فين عمير ولا عملك اربع يا بابا ما اعرف هذا اسم عمير ذبحتوني انت ولا قاعد عند ربي او طايح بباله احسن من ويك بلوعه بلوعه اللي تبلعك تسمع من البلوعه ولا 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 شو بدك مني ولا ولا من البلوعه لك شو بتحكي معي ايه عم بحكي مع حضرتك والله بخليك ما تاخذين دروس خصوصيه ولا يلا امشي ولا منك يلا يا باطل دروس خصوصيه رح موت يعني والله بقطع عندك الزيت والزعتر لا لو سمحت ما تهددني بغلش يعني ولا امشي منك ولا والله اذا ما جيتي بجي انت كنت ولا امشي مني منك لحظه لحظه شو الجمله اللي قلتها فهمني شو والله بقطع الجبنه قطعه قطعه واغلب ما تاكليش مني اسمعني من اسمعني اسمعني اذا بدك تتكلمي معي مع كلامك اشيري عشان بفهم منك اسمعني لما بدك تحكي معنا بتوقف اعوج وبتحكي جالس وبعدين انت معلم وكيف تحكي مع الناس شو ولا 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 انت ولا شو ولا ولا انت ترفعي صوتك علي انت ما عم برفع صوتك علي في صوتي عليك شوفي لما بتتكلمي ما تحركش جنحانك يلا مشي ولا ما عندي جنحين انا شو ما عندك شو هدول على الدبانه الخضر على شو على شو عم تحكي اصلا انت شكلي بسينه يعني قطه انا مش بهالقطه شوفي ولا اذا ما تكون قطه بيضة وفيها شريط احمر هون وجرس كلش ولا ما بديش قطة نفس اللي بالنص هاي بتاعت الشوارع اللي إلى جرس هيدي معزية منا بسيني اللي كله تحت السيارات عند التاير يلا امشي ولا امشي ولا انت اللي امشي اصلا احمد ربك انك جيت لعنا احمد ربي اي نعم شو يعني شو مستفيد منكم خلاص لا تعفي معافي لا تعفي معافي سبوا سيبوهولي اطلعوا سريركو سيبوهولي بليز عندي اللي عامل نمره ده تعالى بص انت مش نازلني من هنا مش طايقاك شو بدك مني ولا اعقل لسانك شو بدك مني اعقل لسانك والله هسه بدي اضربك هسه ازاي يعني اعقل لسانك وانت بتكلمني عاوز ايه بت جدع تعالى بطلع فوق يلا يلا مش طالع هتطلع ولا اطلعك بطريقتي وتزعل عالسلام ده صعيدي ده عالسلم اطلع عالسلم اطلع ايوه يلا عالسلم اطلع دي منطقتي الخاصة يا شبع والله انا غلطان اول ما حطيت لي صورتي عندكم بس انتم مو كفو مين ده؟ هذا انا ده انت؟ ركزي شوفي هني حاط ميك اب بس لا وحصل لك حادثة ولا ايه؟ تعال اقفل لا ما حصل لي حادثة في ده انت ده انت ده حلو أهل أسمر؟ أه أمال أنت إيه؟ أنا هذا بس شفت إيش صرت كذي ألف سلامة تعال أقف هنا أوف عايزك في حور استنى بقى ها أيوه حلو كده أنت بتعمل إيه؟ تلعبين بلعب شو ما ولا 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 أرد السجن مالي جيب أضيفي أنا بس اللي ألعب إيدك جنبك أيوه بس انت بتشتغلني؟ لا قلت لك ايدك جنبك
لو عملت اللي بأصحابه مش هغزك. معك سجارة؟ اصعد فوق وتكلم عدل وعد لسانك. واخر شيء تبين سجاير؟ خرمانة يا جدع. يا بابا قولي متى حدا نعطيك سجاير؟ ايش حق تساعديني فوقش؟ سر سر. ايوه هات سجارة. هاك هذا سجارة. دخل سجاير سلم. هاك دخني طفحي. انت بتشرب سلم؟ ايه. قدام الرجاجيل عادي؟ ايه سجاير يعني شارب. يا راجل. اه والله. خد حطها في جيبك. نعم؟ خد خد. خد يا حبيبي. يعني. مصعدتني من فوق. استنى انت شايفني حط لك في يونكتين عشان تشربني سلم. حطها في جيبك. ما انت بتشربين سلم؟ ما بشربش سلم يا اخويا. سجارة عدلة. والله انت خسرانة. انا خسرانة. هات سجارة تعدل نافوخ. هاتش سلم قال. هاتش سجاير كيلو بترة. يلا طفحي. معك من امتى دي؟ من 87. انت عايز تدور صحتي؟ اه. مش عايز. خد حطها في جيبك. بعد؟ انت مش فاهمني. انا ما بحبش حد مبقاش فاهمني. تعال انا افهمك. انا عايزة حاجة محشية. يا بابا رمضان وخلص ما يبيش محشي. ما عندنا محشي. صمون يابس وعدس. انت مخك تخيل ليه؟ شو اسوي؟ لا 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 يا معوده روحي روحي. ايه؟ يا معوده شو هذه؟ تبي دروكس؟ دروكس دروكس. ما عندي دروكس. تعرفين لي تعاطي دروكس وين مكانه؟ مكانه بالحاويه الخضراء بالزباله. اذا تعاطيت دروكس مع ربعك زين بتموتين. وين يحودك؟ يودونك الطبيب؟ لا ما يدري الطبيب. ما يبتلشون ياخذون شغلك بالزباله الخضراء مع القواطي. يعني انت انا مطلعك هنا وبتسيح لي؟ أه. انا بوسوسك وتقوم عامل كل ده وتسيح لي تقول درغز. ايه التبين؟ ما 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 اعرف انا السوالف هذه. عندك ايه؟ عندي سلم. سجاير سلم. قلت لك ما بحبش. بقول لك ايه؟ أه. انت مو كفو. اخ انا غلطانه كنت هطلعك واعملك صاحبي. ما تستاهل. نعم نعم. ايش يصير شنو؟ هعملك صاحبي. انا اصير صاحبك؟ اه. يا معوده ضميري ما يوافق. مش مهم ضميرك، المهم انا اللي وافق. اترمي هنا في اي زاويه، اعمل اجتماع مع البنات وقرر مصيرك، وان شاء الله هغزك. سالفتك انت يا بتطقين يا بتقزين يا بتذبحين يا مدري شنو. انا بحب الغز. بشنو والله بتغزيني؟ المطوه. خير. المطوة. وين هي؟ ايه. هذي؟ اه هذي. مش مالي عليك. صغيرة. لو تطقيني فيها شين يا اموت يا يطلع دم بس. ما هو ده المطلوب. وبعدين انت بتقول على المطوة بتاعتي صغيرة؟ اه. معاك حق. هي صغيرة بس انا عاملة بيها عمايل. ذبحة بيها قبلك عشرة. هذه السكينة الصغيرة؟ اه يا اخويا هذه. تحب تشوف؟ والله يا ريت. بشوف هاي سكينتك الصغيرة هذه. والله صدق لما اشوف اطالعها اقعد اقول هاي سكينة صغيرة طقنيها الصوب حتى تنكسر ما ادري. بقول لك ايه؟ اوعى تفكر تتريق على المطوة بتاعتي. انا مدخلها تحريم السجن. ممنوعة. اهبلي. خلاص انا هوريك. مستعد؟ نعم مستعد. والله انت حرة. انت اللي خسرانة بعدين تطقيني فيها وتذبحيني بعدين. هلعب في وشك اكتو خليك تجيب دم من كل حتة. ولا شب ولا كلمة. بنات تعالوا شكلنا كلنا هنطلع له مطاوينا. اتقل. يعني كل واحد فيكم كل واحدة فيكم عندها سكينة؟ اه يا اخويا. ام السيس زيك مش فاهم حاجة؟ شب دلوقتي راجل رخم لوقع عندنا ده هنعمل فيه ايه؟ يعني انا غزه وانبسط ولا نساعده؟ لا لا حرام عليك انت بس بدك تذبحي بالناس. اه روقي. انا برايي نفرمته ونضمه لينا. اوكي وانت يا اخه
حرام. شوفوا دام النعابين راحت ونحاشت وخلتنا خلوا يمكن هو يقدر ينحشنا. تدري الفكره انا موافقه وانا موافقه واسمعوا خلوا علي انا بتصرف معه. يلا سلولي بليز روح يا مفستك روح. عزيز شو بدك مني؟ عزيز تعال عندي بدي اقول لك شغله حلوه كثير. ما بدي احكي معك. وليه ما بدك تحكي معي؟ شو عملت لك انا؟ شو بدك مني؟ يا عمي تعال بدي اقول لك خبريه حلوه رح تعجبك. ابليس اروح؟ ابليس اروح يا ابليس؟ ابليس وي وايد ابليس. عزيز مع مين عم تحكي؟ حاكي ابليس. مو اخاف اروح بدي بنص الطريق يقطع فيني الخيط يقول انا قلت لك روح بس انت اللي صممت. عزيز اذا ما جيت رح اجي انا اخذك. سبحان الله يخرب بيتك. كل اللي قلت لي اياه مخي قاعد يصير. يعني اروح خلاص؟ اروح متاكد؟ عزيز بس التيشيرت لازم تبدله. انا عارف ابليس احمر بس ليش لابس برتقالي؟ قاعد لوحدك ترارنتن لي سرحان ترارنتن شيطان بوزك في سكة شمال. تعال يا عزيز تعال يخرب بيتك الله ياخذك. زين تعال نحشت انا مالي شغل انا قلت لكم بس انتوا عقلكم وبراسكم ورحتوا لعن ابو شكلك. عزيز نعم رح اقول لك خبريه كثير رح تعجبك. احكي لي. اسمعني إيه؟ انا ورفقاتي تشاورنا واتفقنا وقررنا انه نحن بدنا نساعدك ونقعدك معنا هون بالسجن بس بشرط واحد. بدك تكون انت عبير وتلبس هيدا. انا ابو شكلك. شفت لوين وصلتني الحين؟ انخشيت ونمت يعلك ان شاء الله تقعد. رح تلبسه يا عزيز؟ هذا لبس او نفلوف. ما ايش مفكروا لكن؟ انا ابو شكلك. هذا يسمع كلامك لبسني نفنوف خليت يلبس نفنوف. الحين قاعد مسوي كذي مكتف يعني انت مالك شغل. شنو هذا معود اروحي من صدق انا البس نفنوف؟ ما كيف بدك تصير عبير يا عزيز؟ بعد والله كلامك صح. يمكن لما البس نفنوف اصير واحدة حلوة احلى من كذي. يمكن. تجربة. ما فيها مشكلة. عشون انا تحول صاروخ وما ادري شنو. خلينا نجرب نشوف. الله واي واي شنا والله احلى. واي 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 تبلين جميله. امر امر بس يا غنم ايش رايك فيني؟ حلوة حلوة موة. شعبين طالعين وتنزل عيونك كذا. أمورة أمورة أموت على الخجل. أنت الوحيد الشجاع. بس رايك شايك في اللوك؟ مو عاجبك ها؟ أغلى؟ شوف أنت اللي غليتني على صخر وأنت اللي خليتني ألبس نفنوف حريم. ها؟ عرفت شلون؟ ابليس يما مسوي دروسه يما في ديته يما عاد اسمر وحاط ابيض وايد كلش ما يصير شنو زد 83 بعد عمري حبيبي. شلونك؟ شو اخبارك؟ وينك؟ بس اسبوع وانقطعت؟ نعم بتجنني بتجنني جميلة تعال بقى
حق دلوقتي انت لبست فستان حلو؟ ايوه. انت دلوقتي اسمك عبير. لا حبيبتي انا اسمه اسمي عبير. امال انا اسمي هيفا ماجيك. ويدلعوني هيوفة. ايه مين هيفا ماجيك دي حق؟ انا عندي ثلاث محلات. عندي محل في بانكوك. وعندي محل في بوكيت. ايوه. وعندي محل في بتايا. وعندي محل في شنغ ماي. ايه زين. وعندي بش اسمه عندي في بيروت محل. بيروت بتبيع ايه بقى هيفا ماجيك دي؟ ابيع فساتين نسائيه بس انت ما يركب عليك شيء. ليه يعني؟ نغصه سرج. ماشي انا مش هرد عليك عشان انت راجل كبير. دلوقتي هيفا ماجيك دي ما ينفعش يبقى اسمك هيفا، اسمك عبير، المسجونه اللي هنا اسمها عبير. ما في مشكله، عبير هيفا ماجيك. ماشي، عبير هيفا ماجيك، دلوقتي عبير انثى، يعني صوتها ناعم، نعم صوتك ده الطرنش. صوتي طرنش يعني خشن. ايه تبين صوتي الطبيعي؟ لا مش الطبيعي، ناعم انثى. الو جوا؟ مذيعة راديو كده. سيداتي أنساتي سادتي، عبير هيفا ماجيك محدثتكم. حلو قوي كده، خليك كده. هلا صار صوتك كتير حلو يا عبورة. شكرا. صار لازم نعلمك كيف بتمشي. امشي. هيدا بيا لعبير، منا على عبير، فضحتنا. ما أدري ما أدري. لك منا عبير هاي. ايه؟ عبير أنثى يعني حلوة ورشيقة ومهضومة. ايه؟ اسمع. اسمعي. ارفعي لي كتفك اليمين عشان انشفه. ايه. وخسرك ملي لي شوي لهونيك. خسري؟ ايه. اروح حق الدكتور مال التجميل اول، اخلي غز ابره مني وابره مني، ويسحب الدهونات اللي ببطني هذه كل ابوها، زين، وغز مني وغز مني شويه، والباقي الدهونات اخلي احط اياهم بقرشه واحطهم بالفريزر. لا بالثلاجه لمدتهم 6 شهور، بعد 6 شهور اذا ما غزهم ينتهون تنتهي مدتهم. شكرا. صراحة بهنيكي على الخبرة اللي أنت فيها. وبعدين احنا كذي شكلي يبيلي تعديلات شوية صح؟ إيه ناقصك شغلة. شو عبيلك تعدلي بحالك؟ أنا أقول لك شنو، بس أول شيء بروح حق الدكتور التجميل. أول شيء أخليه يطقني أوبر البوتكس. وين؟ يطقني هني مكان التجاعيد، هني وهني وهني، لأن احنا دائما الحريم لما بنعصب نسوي كذي يصير التجاعيد هني. وبعدين أروح أطق شو اسمه؟ أطق فيلر مثلا. بعدين اطق الفيلر. اطق فيلر بس وين الفيلر؟ وين؟ طق هني الفيلر. ما يصير اطقه مني واطقه مني، اطق مني. ايش معنى؟ ايش معنى؟ انا اقول لكم ليش. في بعضنا احنا صديقاتي البنات او خواتي البنات يقولون حق الدكتور، دكتور الله يخليك بدي ابي اطق ابره الفيلر. ابره الفيلر لازم، سمعوا يا بنات الصديقات عشان تستفيدون مني. ابره الفيلر لازم نعرف شنو كم حجمها، لازم ما تتعدى 2 ملي. في بعضهم يطقون 5 ملي، ليش تطقين 5 ملي؟ طابوقه انت؟ 2 ملي عشان تحدد هذا، بعدين احنا لازم نعرف شنو نطق احماض الفواكه. احماض الفواكه لازم نعرفها شنو، وبعدين لازم نعرف البلازما شنو. اول شيء البلازما لما اروح عند عياده التجميل نطق ابره، نسحب ال علشان صوتي يوصل اكثر عند صديقاتي. لازم نعرف شنو البلازما. في بعضهم ما عندهم خبرة. دكتور أبي بلازما، أبي عبالها تلفزيون. إحنا لما نسحب الدم نفصل الدم الأبيض عن الأحمر. الدم الأحمر ما نستعمله لأنه ما منه فايدة. نأخذ الدم الأحمر. شو نسوي؟ نخلي الدم الأحمر نأخذ الدم الأبيض. شو نسوي في الدم الأبيض؟ نحط عليه الفيتامين سي. بعدين نسحب ولازم نعرف نطق أي عيادة لما نطق أوبر لازم نعرف الأوبر شنو معناتها. لما نطق الابره لازم نعرف شنو نوعيه الابره. في بعضهم يطقون ابر صينيه تايلنديه، هذا الشيء الرخيصه هذه. احنا لازم نعرف يا ابر امريكيه يا ابر المانيه. ما يصير اروح انا بطق ابره بس اي كلام. وان شاء الله ما استفدتوا مني. شكرا. صراحه بتمنى يكونوا ما استفيدوا منك ولا شيء. اسمعي
ناقصك شي واحد. إيه؟ هالفستان صراحة ما عجبني عليك. شوفوا صديقاتي، بتكلم لكم عن الفستان. احنا دائما لما يصير عندنا عروس او يصير عندنا حفلة ملشة او شيء، نركض المجمع الله حلو حلو، اشتري اشتري اشتري. في بعضهم، انا بعطيكم الحين، الحين انا عندي حفلة ملشة مع صديقتي، ياخذون بدلة سوداء ويحط ياخذون هالصوب فيها ذهبي. ليش اسد انتي؟ وبعدين هالصوب شنو؟ في بعضهم هالصوب رصاصي، الله يخليك خياط، حط لي هالصوب زرار هني زرار هني زرين زرار هني. ليش بطل جرارة انا؟ لا خلاص، اني حطيت رصاصي ما له داعي، هني حط ازر السود. اليوم تصوير ما اقدر اكمل. شكرا. برافو عليك، برافو عليك، صرت مجانينه. شطوره يا عبير. الحين عبير بليز بنعلمك شلون تاكل عبير. شلون تاكل؟ وين الزباله؟ اعطوني زباله، باكل زباله. ليش تاكلين زباله؟ انت هوملس. عبير ما تاكل زباله. لا عبير ما تاكل زباله. يلا تعالي قعدي، تعبتي بعد العمليات. واي قعدي يا حلوه. والله انا تعالي هنا. عقب ما شديت بطني. شوي شوي بدلع. ها اي دلع. يريل على ريل. شكرا. ايوه حلو، نفنوفك يهبل. يلا يا حلوه الحين قولي حق رفيجاتك ايش سويتي بالصالون. صدق نسيت الصالون. اول يوم العيد رحت بروح بسوي بدي كير، بدر كير وعلي كير اسوي، ولا دشيت عند العماره ولا البنات والحريم طالعين برا بالممر قاعدين، ما في من الصباح هذا الشيء، ما قدروا بسوي اظافرهم بدي كير الا بالعيد ما شاء الله. قلت لهم تعالوا، ايش حقه ايش حقه هالزحمه هذه؟ سووا كذي يمكن 1000 بنيه، سووا سووا. قلت لهم يلا واحد يصار كلينا اظافرنا وحكيناهم بالتراب كذي على الرخام ورحنا البيت خلاص. جيت تعلمينهم يلا الحين ناكل قدامك بليت ان فورك، اخذي الفورك يلا واكلي شوي شوي بدلع. لا غلط بحلجي. ايش قاعد تسوي؟ شبعانه، بحط شو اسمه العيش بعيوني يا اخي. ليش حاطين العيش بعيونك؟ ما في مكان، حرام. وي يلا الحين يلا نطفي العيش، يلا اخذي التاور. يلا نطفي. ليش بملابسك؟ حرام المطعم، نقوم المطعم بيون زباين بعدين يقولون كلينكس وسخ. والله حرام اللي قاعد تسوي فينا. شوف تقعد مكان عبير لو سمحت ولا تسولف عشان الضابط لا يطيح علينا. يلا اوكي اوكي. اسمعي عادي هون اسمك عبير. اي حدا بيجي بيسال عن عبير بتقولي حاضر سمعه. انا الحين اسمي عبوره. ايه اسمك عبير. ها ولا حركة. يلا قاعدة قاعدة يلا سرعة تغطي. ها بنات عبير 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 عبير. أنا جاية. أنا لحم. أنا جيت. يلا يلا. هاي بنات اهلين لكم حبايبي، اشتقت لكم. هاي حبيبتي. سويت سويت سويت. هناك هناك شوفي هناك شنو هناك. ما في شيء هناك. ايه هناك هناك. لا ما في شيء. هاي حياتي. هاي بس يا شيخه. انا مو شيخه انا عبير. اي مس يو والله حبيبتي. تعي تعي اشتقت لك يا عمري. الشمس شوق اللي نازل عليكم اليوم. ها سويت. شنو هذه؟ هذه نيو فرند. نعم نيو فرند. شنو؟ نيو فرند. نيو فرند؟ هاي ليش ما سلميتي علي؟ ومنو حضرتك عشان اسلم عليك؟ سلميتي عليهم كلهم، هاي تسليني احنا بني حضرتك انت؟ ايه رفيجاتي. انت منو؟ اني؟ ايه اني عبير. نعم؟ اني عبير. اذا انت عبير انا شطلع. انت تاريخ وجغرافيا. حلوة 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 حلوة. شنو شنو مجنونة انت؟ انت مو صاحية تضحكون على سخافتها يا سخيفين. ما بتسلمين علي؟ لا ما بسلم عليك. انا اريد اسلم عليك. انت شايفة ايدك وع تخرع. ايش بيها؟ تخرع ايدك قطيعة. ايديني؟ ايه علشان علشان اهجم عليك. شنو هذا اللي بهجك؟ هذه شوارب. كذي شوارب؟ ايه علشان اشمخش بيهم. لا انت مو صاحية، سخيفة جدا سخيفة. سخيفة اكل واشر بيتينا. عسل. حلوة. ترى مليقة يعني. والله جد انت مليقة. انت المليقة. لا انت المليقة. ليش سلميتي عليهم وانا لا؟ ما بيسلم عليك يا اخي مو غصب. حبيتيهم ولمبيتيهم واني لا. كيفي رفيجاتي ايش تبين؟ انا صديقتك. لا ما اعرفك ما احبك. ما ببوسك وبعدين انت وحسابي معاكم بعدين. انا اعلمكم. اي مطعم؟
انا عندي لكم خوش مفاجاه. شهي الحين تعرفون. شهي ينطري ملقوفه بس سلطان. ولك شياب الحمار هذا. شنو قلتي؟ لا لا اقول مر لا قاعد اغني. تغنين؟ سمعت صوت من غريب. سلطان 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 وينك عبير؟ كاني بالعنبر. يا وينك ادورك انا؟ كاني ولا الظاهر دخلت فيكتوريا سكرت. من كثر ما اشتري هدايا حق العالم. شنو هذا؟ هذا شنو عنبركم؟ يخرب بيت هذا وين؟ وصلت كوزمو الظاهر. بس تعال هلا هلا وليش مو مشغلين دي جي؟ وليش هذا شنو هذا؟ عنبرنا. هلا بالبنات هلا بالكيك. بعد حتى هني بوايات. قوة. هلو عيني. هلا. شلونك؟ تعرفيني؟ ها؟ تعرفيني؟ ها؟ تعرفيني؟ بسرعة وصلت. انت منو قوة؟ هلا والله. هلا. ايش فيه؟ ما عندي خردة. قطرار عط هاي شيء. ما عندي خردة. عادي عادي متعودة عليك. ها؟ انت شنو تهمتك؟ انا قاطع طريق. لا كذاب. ليش؟ انت مو قاطع طريق. شنو؟ شنو قصتك؟ ليش مسجون؟ تعرفيني؟ لا ما اعرفك. هذا تشبهني خاف امي. بس بديت تكذب تقول قاطع طريق. ها خلاص قدام البنات قاطع طريق. ايش فيك؟ اي ما شاء الله. اي عييت الحين. شكلها تعرفك. هلا بالزين. شنو هالكيك اللي عندك؟ اي رفيجاتي هذول. والله هلا بالكيك. كيف يعني؟ شو؟ كيف يعني بتفوت بتسلم عليهم كلهم وانا لا؟ شو ما عندك نظر؟ تمرين حمار يا اخي ما شفتك. شو؟ عندك خبز؟ لا بس ليش؟ بدي اكل شوكولاتة. قطتها مو حلوة بس هي حلوة. بس تعال هلا هلا. اقول لك اقول لك عندك تمن؟ شنو؟ ليش؟ اريد اكل خبز. يا شكو يا ياكلني داخلي. ما بيك ما بيك. اقول لك محترقه عندكم. محترقه محترقه من اللي احترقت؟ شباب وياي ربعي. اي نادهم عادي. شباب بروحهم. اي عادي بنات. ثلاث شباب بروحهم. ما وياهم احد. شنو؟ ما وياهم اكياس ولا شيء. ها؟ شباب بروحهم. اي ماذا اتوقع؟ يسفطون ورا الشاليه. وين؟ اي شاليه؟ عنبر عنبر هذا عنبر. مش عليه. إيه بنات في شباب جايين عادي عادي اكيد عادي 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 في جاشش طايحين ذني عادي. معي شباب. معك شباب؟ ايه. معاهم كيس؟ ها؟ لا ما معاهم. بطل ماي معاهم؟ ايه في بطل ماي دراج. اقول عشان انا عطشان. لا هذه خبره شكلها خبره. هذه 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 رعايه المكان اكيد. لا تخسي هذه دخيله والله. لا تجيب ربعك. ايه اي عادي جيبهم احنا اليوم فالينها. يا لا والله لا لا. وين وين يا بيب ربعي؟ بيب ربعي هلا. ربعك وايد. ايه حلوين. شايفه قدامك. عرفت النمونه. لا عرفت النمونه تقول. والله كل ما اشوفك اتذكر. يا انسة تعرفيني؟ اي تقاص بس شو قاطع الطريق. ها انا شلون الوالده؟ والله الوالده كانت مسجونه في هالعنبر. كنا بروح نادي الربع. الربع شباب شباب تعالوا محترقه عندي تعالوا. صليل الصوارم حبيب الحوامل. اسمع هذا لي لي معك. معاي علي بحر دش. يبه يبه. البارحة قلبي اخ بنيات. هاي سلطان. ها شنو هذا؟ ربعي حلوين مدخل علي شعار سفن اب. اقول لك اقول لك الله يخليك تحرك شوي عشان البطل لا ينكب علينا بالصالة. بنيات بنياتي وخر انكب عليك وخر. اخ بنيات متحجبه ولابسه كاب مسجونه بالممشى انتي ولا شنو؟
يعشي علي. هذا عليك والله العظيم هسه الحين اخذه وهزه هزه واطشر عليك. ليش علي انا؟ مبارك تعالوا لقيت الطلعه برا السجن تعالوا. ولك تعال احنا من الطلعه دي تعال. صليل الصوارم حبيب الحوامل حوامل حوامل حرك حركها من داخل حرك. عمري عمري جو اللي تلثمون بالمسيرة. الله الله جو الملاكمة قوة. اهدى يا مبارك اهدى. 14 سنة مو شايف بنات تدخلوني الفنار. حرام عليك الفنار ما فيها الكثر بنات. وين انا بالبستان؟ اطلع اطلع. والله ما اطلع منه. والله اقول لك اطلع اطلع من عيونه عمي. والله اطلع من مكان ثاني. من وينك؟ من ريلة ريلة. ولك 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 هاي السفنة بكل ضاك علي. هلا بالحلوين يا بعد عمري. تكفى عطني الملاكمة تكفى تكفى. ايوه تبعي تبعي. والله عندي جولة. عطني عطني هالصاروخ هذا اللي يمك. هم تبعي لا تقطع على بعض. قوة هيدا وعيني. الله شلونك؟ هلا بالحلوه. شو اخبارك؟ هلا وغلا. هذه هذه يقول انه بس ينقطع طريق. والله مبارك هذه تعرف عنه شيء ولا شويه؟ قدام البنات قاطع طريق. اي قاطع طريق. هلا هلا شلونك؟ ليش باست ايدي؟ طراره طراره. ما عندي والله خرده السمو. ما عندك فلوس؟ لا والله لا. هذا قاطع طريق ما عنده فلوس. لا هذا خلاص سجنوه من زمان. لا ايه ما شاء الله عليك. يعني انت سبع؟ ايه ايه تعرفيني انت ولا شنو؟ سالفتها هذه غريبة. لا هو قال لي انا قاطع الطريق. بس شلون قاطع الطريق؟ ايه ما يدري. ما اعرف انا ما اعرف. اول مرة ادش عندهم. قوة هاي يبعد عمري. مرحبا. في يا مطوره يا من ساعة ما دخلت اوي واوي واوي صدعتونا. طلقها 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 طلق طلق طلق. ما تزوقيش. ها؟ ما تزوقيش. انا زوق براحتي يا. زقيتي؟ زقيتي صح؟ اه زقيت. اه قدام الناس عادي ها؟ اه. انا دلوقتي حزقك هنا. لا والله لا زوقك والله. بليز مو عند غرفتي. شنو تبي؟ انت قلت ايه يا ولد؟ انا حزوقك. لو انت راجل يا ولد وريني. يلا وريني. شو اوريها هذا؟ زوقها زوقها. انا حزوقك. تعال يا عايز اسمع تعلي صوتك هنا. حبيتها. وين الشجاعه؟ احب البنات شخصيتهم قويه. يا بعد عمري. عايز يا اوعى تفكر تحلم ما بديش بسعيد. هذه تسولف ولا تريع؟ ماني فاهم انا. والله مو فاهم. انت بتتريع عليه؟ انا ما اتريعتش عليكي والله. لا انا سمعت بتتريع. والله ما اكلتش حاجه انا عشان اتريع والله. انا تريعت؟ لا ما تبغى تريعت. انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ انا عايز اكلمك. عايز تكلمني؟ اه يعني. اه اترمي انا. شنو؟ ماني خابرك كذي. حبيتها حبيتها. انا من احب انفذ على طول. ايه مالك يا طفيل؟ سد نفسك كده يا راجل. ولا شبح. اه شبح ما ادري. شبح ايه ده؟ عايز تكلمني؟ ورايا ورايا انا. حيوان دخل اخر واحد صعد اول واحد. انا ثنتين وطايح. مو طل من الباب على الحركات. هلا بالحلوه. اهلا يا اخوي. هلا وغلا. استنى بقى ياض هاني الحاجه. ايوه صارت صارت. بس تعال مبارك. فريتك فريتك طاحت. والله امسك انا ناطرك باللوبي. ها يلا 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 يلا. اهلا يا اخوي. هلا يا حلوه. اه ولا عندي دوشه اليوم. انا عايز اتجوزك على طول.
طول وشي كده؟ اه نتجوز، انا يعني اتجوز انا يا ما بطيش الرجاله، انتوا كملت عدد يوم خلاص ما تزوقيش بقى. خلاص حلو كده. اعمل لك مشاز. مشاز؟ مشاز مساج. اه مساج. ايه حلوه ان شاء الله ان شاء الله. بس عايز تتجوزني؟ اه. بص يا حبيبي انت فيك ميزه يعني صراحه. ايه هي بقى؟ انت اسمراني وحلوه وطويل وشبه ويل سميث. منو هذا اخر واحد اللي قلتيه؟ ويل سميث يا جاهل، ياد الواد اللي بيمثل في هوليوود. هوليوود؟ اه هوليوود. ده شنو هوليوود يا واد؟ دي اللي في اوروبا. اوروبا هوليوود وينها؟ بص بص هوليوود ده دي فيها بتاع احمر كده بيمشي على الناس اسمه ريد ماركت. ريد ماركت؟ اه هذا مثل ماركة السلطان عندهم الظاهر ولا ما ادري. انت جاهل ياد ولا ايه؟ ايه ويل سميث ده هذا امريكي يا زبالة. امريكي هذا. أيوة امريكي. ايوه ايه انا عارفه انه امريكا في اوروبا. انت جغرافيا تبن يعني ماكو. انا جغرافيا تبن عادي. عادي. زين انت قضيتك هنا جايه هنا ليه؟ قضيتك ايه بقى؟ اواضي. اواضي مش قضيه واحده يعني. انا شرح يا واد. امال ايه؟ بس انا الاواضي بتاعتي حاجتين، هي هي ومخدرات. شباب طلعت هي هي هذه ما بيها. عطني هذا. ولا أهلا. انت ما ايه؟ ما تشربش مخدرات ولا ايه؟ انا بشرب مخدرات بس هي هي ولا مره. انا الهابي. عامل كده انا ارهابي. ده افجر نفسي انا. ارهابي. ده تكنيله ما بياكلش عيش الارهاب ده. يلا تعالى يا واد هي فلوس والله كنت مطلعه منها مرسيدس اخر موديل وشعرين اجيب الرنج اتقبض عليا ما لحقت. لا انا اللي هجيب لك كل حاجه. تعالى كل... والله تعالى اكلمك اشتغل معاكي. هي هي انا بجد؟ بتعرف؟ انا بعمل كده كويس بصير. بالذمه؟ والله تعالى نتجوز بقى يا حبيبتي. طلباتك ايه للجواز بقى؟ كعروسة. كعروسة. ايه استني واطلب بالله عليك وانت تجيب. انا اجيب اللي انت عايزاه. اول حاجة انا عايزة شقة في خطان. طلعت طايحة هذه. مش عاجباك خطان نروح النواسيب عادي. نواسيب؟ نواسيب يا واد. هذه شنو منطقة وين؟ دي في الكويت. ما اسمع. الكويت. في الكويت؟ انت جاهل ولا ايه؟ محتاج درس جغرافيا. يا انا ان شاء الله اجيب لك اللي انت عايزاه يا جميل. ماشي اربع غرف وبيتين راحه. هجيب لك ما تخافيش. مبروك يا بعلي. يا حياتي والله. تعالي بالظلمه بسرعه بسرعه. وين وين وين؟ نعم نعم. وين وين على الله وين؟ جايب هالبيت خدمك حبيبتي. لا 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 عيوني انا ما احب الخدم. ما في خدامه مو غصب. وليش محموقه بتخدم؟ ليه محموقه؟ ليه محموقه؟ انت شو بدك؟ انت شو بدك؟ انت اي شيء بدي اخذ تقومي تاخذي. شو بدك؟ ايوه شوف لك واحد ثاني. بس تعبت كل ما اطلع من البيت ليتحرشوا فين البنات. ما اسمع ما اسمع. الاخيره مالك شغل فيها. انساها انساها. بنات ايش فيكم؟ ايش فيكم انتوا؟ زين سلطان حبيبي شوي شوي لا تعصب. لا تعصب. شوي شوي. شوي شوي. سلطان. خلاص بنات كل واحده تقولي مميزاتها وانا انقي بينكم. حياتي عندي. يا بعد عمري والله. انا مميزاتي واضحه. والله واضحه والله واضحه. بس رح اقول لك اياها. للمعروف معلم. انا عندي الغنج بالدلع والدلع كله. عندها غنم عندها غنم غنم. غنج يا حظي يعني دلع. ما شفتك انت تدلعين ولا مره. انا بلا عارفه تدلع. والله يا ريت تورينا شوي. يعني دلع دلع. لا 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 حبيبي شوف انا خليك تودي اياها المدرسه الصبح تجيبهم من المدرسه تجيب اغراض الجمعيه اطراقات ليل نهار كذي. هذا 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 كفوك. شنو خدامتكم انا؟ هذا كفوك. ما بيش انت مو زينه انت. خليك منها. خليك منها. اسمعني انا الصبح فيك غنيت فيروز وبجيب لك الترويقه. الله والله اني محتاج ترويشه. ترويشه تقول ايش ترويشه؟ ريوق يا حظي مالت عليك. انا عارفه اسوي ريوق. ما شفتك ولا مره. شوف انا احط لك اغنيه خالد الملا. انت صايعه ولا شنو؟ عبالك انا ريحان اللي يرقص بالسمرات. خلاص ولا تزعل نفسك احط لك سلو ميوزك. هذا مطرب حلو. هذا هذا المطرب. احط لك سلو ميوزك ويب لك بيض طماط وقيمه وشبات وعليهم راس بصل. شعامل انا راس بصل؟ انت ليش شنو شايفه علي بالضبط؟ ما ادري اني حسيتك كذي. انا في اللي يعرفك مين بياكل بصل. انا بعمل لك كرواسون الراس اومليت. ايوه هوت دوغ. في منيو عربي؟
كل ما ادش المطعم ما اعرف اكل. شنو الاكل هذا؟ والله ادش المطعم اطلع اروح اكل مطعم هندي ما اعرف. ما يجيب العافيه اصلا هذا. والله اي اكل اكلك طاوه وع. عندك اكل زين؟ اي انا اعرف اسوي لك اكل حلو، انا اسوي لك محروق صبعه. محروق واحد محترق صبعه طوله مرهم، انا ليش اكل صبعه؟ خلاص اسوي لك قبوط. قبوط ليش بالاربعين انا مطيح ثلاث من قبل؟ ولا تزعل نفسك اسوي لك ذيك الخثره لتاك. شو بيت مسكون انت شنو خثره؟ اكل كويتي ايش فيك؟ اساميها غريبه. سلطان يا بعد عمري ايش حالها تسمي بحلجه سلطان؟ يا بعد هذا شنو بالعربي انجليزي؟ يا لك شو مهدوم يا بعد عمري والله. انا بعد الظهر رح طلعت وقعدت بالجنينه. الله تربطني تمشيني بانجفه وعلى البحر. كفك كفك طيح الله حظك مالك عليك وعليها حبيبي خلها تولي عنك. تعال معاي مش اوديك جليعه. جليعه ليش متغيبه انا اروح جليعه؟ شاليه كله تفاتيش ما ابي انا مطلوب انا. ايه انت عمل كل شيء بالحياه. والله من شفتك حسيت اني ما عملت شيء. والله انا رح خليك تعمل. والله رح اعمل لك احلى مفروكه. الله هذا اللي احبها. تعرفين شنو مفروكه؟ لا تحطني بالحوش تفركني وترشني بالهوز. والله انا اللي بفرك خشتك من الدقعني. تعال انتي. شو شنو مفروكه؟ سويتي هبله. الهبله انتي قوم. ها اتفقتوا من الاثنين من الثلاثه. مفروكه يعني سويت. انت عندك سويت حلو؟ ايه مو حلو عادي اسوي لك انسان الثور. والله الثوره انت اللي انطحت الثور. ما بيكم ولا بي حلوكم. مالك قوي الحلوه. هلا هلا. شوفي توني مطلق ثنتين بالبيت. لا اي ما شاء الله قاطع الطريق. عندها شيء عندها سالفه هذه بس ما ادري شيء. يا الغاليه هلا عيني. انا سؤال بس. ايه؟ عندك حلو انت الحلو انت انت القمر انت وانت الذي بالقلب بالقلب سكنت. ما شاء الله ايش بهك هذا قاعد يغلط على تغلط. انت شنو ايش تبي فيني انت؟ ها قاعد تغلطين علي ترى. لا حشاك ما انت على راسي. اما مشكور عامر. ابي حلو حلو. تبي حلو؟ يعدني شنو؟ باكر ها هاي الحلو مالنا باكر. شنو هذا بتوش وما بتوش هاي شو لك ما فهم شيء. ما فهمت؟ باكر كراعين يقر خريط هذه اكل هالحلويات هذه هاي الحلو مالنا احنا. خلاص انا مرش باكر امرش باكر. بس لا تنسى وانت ماشي اقطع الطريق ها. الله ياخذك. اسقى علي ممسك ظهر اعرفها قبل ماضي. انا عندي سويت. والله عندك الحلوه؟ يس عندي ستروبري تشيز كيك، راسبيري تشيز كيك، وبلاك بيري تشيز كيك. هذا كله كيك بتشيز ما فهمت شيء. هذا شنو الكاشير ولا شنو؟ لا لا هذا مو كاشير. هذا عندنا ضيوف لما يمرون يشوفون سفن ابو يمشون. لا انا عندي. عندك؟ ايه شنو؟ حجامه كاسات هواء لزقات مال التدخين هذه عندي. حواي انت؟ حواي إيه؟ امرك بعدين. حياك. يعطيك العافيه الغالي. عندك شيء؟ حفر بير باوغندا. $200. والله ما عندي شيء. ايه تدري ليش؟ زين هذا عشان وانت قاطع الطريق تشرب ماي. اه حلوه يا مز. شلون دخلت وما شفتها؟ حلوه ومن خمسه. ايه الخم ومن خمسه. أوه المدام حبيبي. والله والله يا ابني ما تخليك لارج. ما اسمح. خليك كول يعني كول. لا حبيبي لا المدام. يا عاد يا حبيبي. عندك حلو؟ عندي يا بابا فسيخ ورنجه بصل اخضر كده يعني. غوري غوري والله مطارة. شو المسخرة هذا؟ خير انت ايش فيك طالعني؟ خالتي ممكن اضبطك؟ اوخ خالتي ما يقولون خالتي ما يقولون فضحتنا. انا ما متعود اودي صحون اي بصحون ما اعرف اضبطك. شلون؟ يعني دمك خفيف؟ حبيبي والله حبيبي يا انت حبيبي. الحمد لله لقينا لك نسيه. اسمع 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 لا تخاف. البنات الحين هم اللي يبوننا. ليش؟ يقول لك بالكره الارضيه 40% ريايل 70% بنات. كل سنه نقل احنا. قاعد نقل؟ ايه حلو. بس سنتين بالسر علي طق الحمد لله. الحمد لله. امشي مرتبط. ايوه زين عليكم. تدلل 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 تدلل. اي 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 كيفنا احنا كيفنا؟ والله بعوض ال 25 سنه. بعد سنتين كيفنا احنا؟ صح
دش عليها واثق. واثق ها؟ تحمد ربها انها تبيك. صح. دش عليها واثق. شد ايوه. واثق اكثر. ايوه. نعم. شتم. شتر. شتر. تبي كمايم كمايم كمايم. شباب. اقرب قيصر وين؟ قيصر اخر مره رحت له شاله والكباين لان فرحتونا. حبيبي دش عليه البنات يحبون اللي دمه خفيف. دش دم خفيف. دمي خفيف. ايوه كوميدي كوميدي دش كوميدي. ايوه دم خفيف. ايوه لابسه وردي. نعم ديسكاستنج. ديسكاونت. ديسكاونت 20%. نو مي فري فري. نو سوي لها عرض انت معك بطاره. زلت 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 شباب. هلا بالحلوين. Not you go. عادي عادي خليك زقرت مع البنات عادي. عادي حتى لو ما تبيك عادي. صايره فيني مرتين مجمع. انا انت ايه؟ انا انا هاي. تعالي 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 ايش مسكت لي تعال خلاص خلاني خلاص وضحتنا يا ليش لحست ايدك تردون للتدخين تردون لا تلحس ايدك في واحد ايش فيك انت سكر السفن عم يقطشر علينا هذا بعدين تطلع الغازات ما يشرب خلاص ادا ادا بس تعالي خلاص يا خلاص يبا خلاص ركب السيارة كلمها كلمها خليك ثقيل خليك ثقيل ودي ودي يا رب شلون اكلمها شلون انجليزي جوها انجليزي كلمها انجليزي انجليزي اسمع اسمع وانت تمشي تبي تصيدها وانت تمشي تسوي تش تش جوها انجليزي 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 جوها انجليزي ايوه انجليزي ايوه ايوه انجليزي اكثر اكثر ايوه حبيبي هذا شنو انجليزي انجليزي هذا شنو ثواني ما اسمع ثواني شنو انجليزي مو دي جي انجليزي مسكر حفله عشان تقول كذي يلا منك منك شنو انجليزي ها ايش انجليزي ها انجليزي ايه شلونك يس شلونك بالعربي يس بالانجليزي يس ما اعرف عجزها 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 انجليزي شو اسوي لها؟ ين على اسوي لها الرجعه اي شيء اسوي شنو؟ ايوه 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 لا 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 هذا مدنيه انجليزي سوي لها هذا كريزي شو اقول لها شو اقول لها؟ واتس اب مان واتس اب حولت واتساب حولت واتساب لا ما اقدر استلم هذه خلاص غير قابله للاستعمال شوف عشان الكم حركه اللي سويتهم انت عجبتني وانا راح ادلعك اي والله محتاج دلع اي اي شوف انا راح اسوي لك سي فود واورجانيك وفيجيتيريان اوكي خلوا ورقك واحنا ندق عليك لا اورجانيك مو اوراقك اورجانيك ديرين 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 اهبل انت ديرين ديرين خلاص انت الظاهر مو فاهمني خلاص انت كلمني عن نفسك شنو عندك انا عندي خير من الله فلوس انا صدق عماير صوابر مالتي ايوه عماير صوابر بالانجليزي اه دلع عنوان بالانجليزي قول صوابر ايوه سوبر يا مره ليش يدني انا هذا سويت حابي قبلتي اوكي يودي شيء اسانسيرو ايوه اسانسيرو ايطالي بالانجليزي اسانسيرو ايوه اي دور اي دور بالضبط بالفرنسي اسندير والله لغه يا لغه لغه ليش قاعد ماشي انا زين اسمع ها اي دور بالضبط ايوه دوسي اسانسيرو اوكي دوسي نو امي يو انا ساكن يمينو ايوه تكي بابا تيرين 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 يا اخي والله الانجليزي سهل ترى والله والله يمينو يمينو بالفرنسي يمين ايه ايه تكي بابا تبي سفنام تبي سفنام مو مال مو مال بارد مو مال بارد مو مشكلة خلاص أنا دليت العنوان بس تعالي راح أجيك راح أجيك والله وأنت تحت بطل بابا الحمد لله أنت غيره بليز عندي أخلاق حميدة شلون أخلاق حميدة أنت مسجون يا لاير لاير مو غزال أنا شلون
يبا لاير مو اسد لاير محامي ولا شنو محامي انت ولا ميزه فيك ما فيك كلش ولا شيء الا شيء واحد شيء واحد الله ويهك ويهك جذاب جذاب يا الكلب يور سليبر سات راديشن اس اي ام غندره يس لا بس بس مي غندره مي غندره ده هذا واحد من اهلي خلصه شو تقولها بليز بليز جيف ات تو مي بليز يس نو الو يس الو بس تمام ضبطت شباب 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 احس اني ما راح اطلع من هالسجن ليش ليش لقيت اللي بكمل معاها نص ديني ايه اتلفون اتلفون ما راسكم الا على بيوتكم قوه يا حلوه هلا حبيبي شلونك يا حلوه دامك بخير انا مع الوالد والوالده وجايين نخطب رسمي ان شاء الله جايب الوالده والوالد اي نعم ما شاء الله ليش ليش الله يهداك ليش جايب شان يبي تجي تبروحك حرام مطلعهم بهالظهر هنا ليش 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 عادي يا معود احنا ما تجيب امك وابوك عادي مو مهم عندنا الاصول انت وشنو انت وشنو احنا عادي بطبرتك انا قاعدين على المطار نلعب بلاي ستيشن والله ايه؟ زين بس عندي سؤال قبل الزواج عشان نكون على بياض يعني يا رب اي عمر الحلوه كم ضروري اي عمرك عشان نعرف قبل ان تتزوج نعرف عمرك انت حط باعتقادك كم عمري يعني 25 26 ليل 40 اشيل انا لا 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 اصعد بعد جيلين والله قالت تصعد جيلين يبا دام تحب اصعد يا ولد لا يبا ما انا صاعد كم عمرك انت 55 60 لا لا شوف حبيبي انا من مواليد شو اسمه تذكر ايام ثانوية شويخ دورة الخليج الأولى دورة الخليج الأولى يوم يلعبون كرة مباراة منتخبنا دورة الخليج أول على ثانوية شويخ أنا مولودة هذه مولودة قبل الثيل قديمة أنت كم عمرك كم عمرك ستين بس شوية سبعين لا لا أسعد جيل كامل بعد يا يلا عاد يلا عودة هذه يبا ما بيها كم عمرها ما أدري إيش ترى كم عمرك عمري 58 58 عودة يبا زين أكبر مني بأربع سنوات بس أكبر منك بأربع سنوات خذها وعطني أمي أمك ها أمك يا وليد إيش فيك ما بيها ما بيها يبا يا ابن الحلال ايش تبي تزوج لك واحده صغيره يا اهل 18 سنه او 19 سنه حتى البيض ما تعرف تسوي انا خبره الله ذاك بالطبخ والنفخ فعليك شنو عندك مميزات انت ميزتي ايه الحمد لله الميزه اللي ميزتي الوحيده الزينه الحمد لله اني انا صوم رمضان كله ما افطر ولا يوم ما ادري ادري مع ان ما شاء الله متدينه ما شاء الله اي الحمد لله صدق صدق ولادي ولادي قالت لي قالت لي ولادي والله لا لا يعني قصدي على يمك ولدك اي هلا هذا ابوي وهذه امي ما شاء الله زين ابوك ايش حق شال ويا سفن اب لا امي 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 هذه لا الحمد لله رب العالمين انا يجيني رمضان صايمته كله وفوقه بعد 35 يوم هم صايمته ما افطر احب الصيام هذه مو ميزه تخليني اتزوجها حرام ماي فريند لا تظلمها هذه ما عندها تجارب يوم كلمت واحد كلمته بايفون يلا اعطينا رقمك يمكن تفاهم بالتليفون ولا والله يا ليت ممنوع انا مانعيني ما يعطوني تليفون ليش ادي الصور وسخه هذه مره واحده يا ولدي لا تظلمها مو صورها مو صورها لا 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 تكذب على الرجال ايش حقه لا لا ادي صوري عشان اخذ فولو يا ما بيها ما بيها هذه يا ما تبيها ما بيها سلطان اسمع مبارك احنا من دخلنا ما شفنا عزيز صاحبنا اي والله بنات ما شفتوا عزيز احد دش عليكم هنا لا 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 انا دش معاكم بس ما شفت احد ويها ركبه ما شفتوا دش لا لا انت الحلو انت القمر انت هذه جوتيها رجالي كنها ولا تقول ما شفت عزيز واحد مر هني لا والله شفت واحد بس شلون يقول انه قاطع طريق هذا انا لا انت 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 ما شفتي احد مر من هني عزيز عزيز اي عزيز عزيز اسمراني ايوه زين حلو لا مو حلو مو حلو مو حلو ويها ويها مو حلو لا يكون هذا شو اسمه اللي دارس علوم بيولوجيه يمكن وطلع طفل من الحفره وحصان ويطق على الحصان اركض تقول له اركض لحظه هذه عندها شنب هذه ها والله العظيم عندها شنب عشان اكل تاكل منه عزيز اطلع 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 اعطيني انوفي شنو ليش حكيت شيء عندي هذا كبيرنا انت بالسجن لابس لبس حرير انا بنيه
تعال 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 ما ابي. شنو ما تبي شنو؟ ما ابي اروح معك. يا عزيز تعال تعال. ما ابي ماني عزيز. منو انت؟ شنو هذا؟ تعالي. وانت ابوي؟ سمعي كلام ابوك. انا ابوك. ما اقول لك اسمي. تعالي انا ابوك. سمعي كلام ابوك. انا ابوي. يا دش داخل يلا. والله لا والله دش داخل وابكي. ابكي ابكي. داخل داخل. ابكي لين تزقين. يا سكر الباب على اختك. سكر الباب. شال على الباب ماكو باب. تعال انطرك ورا ورا. يا بنات تبون تنحاشون ولا لا؟ اي والله على ايدك. انا يوم كنت بالحفره شفت الطلعه برا السجن، اخذي ايه؟ البنات وطلعوا قبلنا واحنا نلحقكم. انت متاكد ان طريق الطلعه هناك؟ اي متاكد. يلا روحي خلاص على شورتك وهداية الله. يلا, يلا, يلا بنات يلا يلا الوعد سمره المله. اي شنو؟ اي نظام يا مول. يلا روحي معاهم بس ما تزقيش حد. ها ماشي. يلا ماي فريند بليز بليز انا ما بروح معاهم، بقعد معاكم بالسجن. روح الحين روح روح ان شاء الله كل صيف راح يجيك مني. يلا يلا اكيد يعني منتزه. يلا روح 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 يلا يلا بسرعه. تعال تعال يا نيمار. بس يا نيمار شنو هذا؟ هذا شنو ايش فيها؟ بس يا نيمار شافك الحكم. الحكم شافك. شنو يعني شنو هذا اللي سويته؟ ما تفهمون علم التكنولوجيا. اي تكنولوجيا هذا؟ ان شاء الله. يلا سامي شوف الحفره خلنا نحاش. يلا يلا يا شباب الحفره مسكره. ها اي والله انك الحفره ترى الضابط عادي باي وقت تدش علينا تخرج الحريم. تصرفوا قبل اي ضابط بسرعه. مبارك اسمع اسمع صوت الضابط. الضابط ضابط ضابط سووا روحكم حريم. حريم سووا روحكم حريم. هلا بنات شلونكم بنات؟ هلو هلو يا حلاتكم. خلصنا من السفن وبدش ببس العائله. شنو هذا؟ لو سمحت لو سمحت حجي شو اسمه ضابط ما عندكم شو اسمه بيبسي مكاين؟ لا ما عندنا حبيبتي. يلا اهلا يا زبوطة. ايوه يا زبوطة اخبارك يا جميل؟ يلا ياكم الفراج. ايه ياكم اوراقكم ياتني المكتب. يلا امشوا المكتب عشان اختم لكم. يلا شو حنخرج. وانتي ليش صايره سودة بيهانة؟ انا بيهانة ايه ايه وش في صرتي سودة؟ من الشمس. تدري من الشمس. تدري من الشمس قاطعة الطريق. بعدين انت انت شلون بيهانة مسوي مرزام تفوحنا؟ يلا يلا حنخرج. ها يا زبوطة نخرج وهناك اوريك الزبوطة. وشنو بيدك هذه؟ دي مطوتي. الله يا زين مطوتك. يلا 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 لحقوني يا غرامة لحقوني. على منو هالحركات؟ انا كل صغيرة وكبيرة بعرفها بالسجن. عبالك ما ادري بالحفر اللي حافرينها. شنو هذا؟ وينهم؟ ها؟ ها ويعا وينهم؟ لحظة لحظة الضابط لحظة. لا ذا الحفاظ ان شاء الله. وينهم؟ حضرت الضابط. انت مو تقول مبارك هني؟ اي حضرت الضابط خليني اتفاهم شوي. مو قلت يا الشباب دشوا هني؟ اي حضرت الضابط هو قولي وين لاقطك انفرادي ورفيجاتك؟ لا لا الله يخليك حضرت الضابط. وتعرفين الانفرادي شنو؟ لا لا الانفرادي شنو يا وينهم؟ يا حضرت الضابط مبارك مبارك. وين وين مبارك هني؟ يعني ليش حسسني قاعد؟ لا هو ادري ان مبارك يقعد هني. وين؟ حضرت الضابط مبارك مبارك كان واقف هني. وين مبارك؟ شوي زين في فوق ان شاء الله. بس راس فوق رجل دم من ورا ايد بالنص. حلو 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 فتحت شيء بمخي. حلو 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 بس اتصال بس وانا اعلمك. خلوك. الو سوسن وين الشباب؟ البنات البنات وين؟ شنو؟ متى مداهم طلعوا؟ سكر لك المنافذ. اسمعني زين خلال 24 ساعة ألاقي البنات عندي الشباب ألاقيهم عندي وبشوف يا أنا يا عنبر تسعة هني. الشمس زي ونفسي اعرف ليش وهيدا ما بقدرش وشي مقرف
نص الليل بعز الحر لازم تكرف على بالك تنشف لكنها لا ما تنشف نبض ليل نهار عيش وعدس وخيار زهجة والوقت طال عطني وقت غروب الشمس